صباح الهنا، صباح الخير على حضراتكم جميعا. ويعني زي ما بتقال كده، منتصف الاسبوع دايما بيبقى معاه برضو اخبار مختلفه، لانه بيبقى ماسك الاسبوع من النص كده. اخبار الاولى او بدايه الاسبوع بتبقى فيها تفاصيل، وكمان بنتكلم في النهايه هتبقى عامله ازاي او ايه هو المنتظر كمان نهايه الاسبوع. فخليكم معانا، معانا اخبار كتيره جدا مهمه، وكمان طبعا هيعمل تغطيه شامله عن كاس العالم، ويمكن كمان يكون معانا مراسلنا العزيز من هناك، زميلنا العزيز عويس، عشان نتكلم في تفاصيل اكتر وننقل لحضراتكم الصوره يعني حيه لحظه بلحظه. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليك. سقطتني انت يومين برضه بشكل لافت للانظار. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله الحمد لله تمام. على السلامه، وبنصبح على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، واهلا بكم وبدايه حلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. بطبيعه الحال المونديال فارض نفسه، وانظار العالم كلها متجهه الى الدوحه وقطر، وفعاليات انطلقت وماتشات ابتدت تتلعب ومفاجات ابتدينا نتعرض ليها. كل ده اكيد هنتكلم فيه مع حضراتكم ان شاء الله في الجزء الاول من حلقتنا، واكيد برضه هنتكلم فيه مع حضراتكم في الفقره الحواريه الاولى. بالمناسبه احنا النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الاولى هينورنا فيها الاستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي، واللي اكيد هنفتح معاه كتير من الملفات المتعلقه بهذه النسخه من المونديال. وفقرتنا الثانيه هتكون ما بين نهاوند ودكتور باهر السعيد، اللي اكيد هتتكلم معاه عن موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم، كل ده اكيد غير سؤال السوشيال ميديا. بص، احنا دايما بنحب كده كل اسبوع يبقى معانا يوم بنسال فيه على سؤال مختلف للسوشيال ميديا، والاختيار الاسبوع ده كان بيني انا وكريم طبعا مع فريق الاعداد، قلنا نتكلم عن المونديال تحديدا وتوقعات حضراتكم للمنتخبات العربيه في المونديال. مين اللي هيتاهل لدور ال 16 من وجهه نظر حضراتكم؟ مين من المنتخبات العربيه المشاركه اللي هيقدر ان هو يتاهل لدور ال 16؟ وبلاش يبقى فيه بقى برضو تعليقات محبطه، لان اصل هقول لك احنا بنسبق واحنا فاهمين. انت اهل ده يعني انت بص هقول لك على حاجه، يعني برضو ترجع وتقول انا لما اجي احاول ان انا كمشجع عربي ابقى عندي امل في منتخبات عربيه، حتى لو انا ما بنتميش للدوله اللي هي بتشارك، لازم يكون عندي ثقه. الثقه دي لو جت مش بتيجي من فراغ، تيجي رقم واحد من اللعيبه نفسهم. انا لو هقارن او هقيم الفتره اللي فاتت والماتش اللي احنا شفناه، انا بشوف يعني في خوف شويه، في رعب شويه في الملعب، ما فيش ثقه في النفس كبيره. يعني انا ما اعرفش ليه ده راجع لايه، لكن انت بتلاقي فرق يا كريم. لا احنا شفنا ده في المباراه الافتتاحيه، يعني انت برده ما انتش منتخب، طالما تأهلت انت اكيد منتخب تقيل، فليه بيبقى فيه رهبه لما بتيجي تلعب مع منتخب اخر، منتخب حتى ما ليس مصنف؟ يعني هنتكلم الاكوادور يعني ما هياش المباراه المرعبه زي ما بيتقال كده بالمصطلح البسيط، لكن لقيت برضو في عدم ثقه شويه، في تحفظ شويه. طب ليه يعني؟ عشان كده ناس كتير قالت لي كده، يعني قالت ما معناه ان قطر استعدت جيدا جدا على صعيد التنظيم، تنظيم الفعاليات واستضافه هذا الكم من المشجعين والوفود القادمه من كل مكان في العالم، ولكن على الصعيد الفني او على صعيد المنتخب، اخذا في الاعتبار ان المنتخب ده بيتم تكوينه، يعني انجاز التعبير، بقالهم فتره كذا سنه، واعتقد انه بيضم كمان مجموعه من يعني ناس اتجنست بالجنسيه القطريه، ف توقعنا ان احنا نشوف في نوع من مختلف. الاحترافيه يعني مفروض برضو تكون مع المنتخب القطري، واحنا هنتكلم يعني تحديدا عن المنتخب القطري، ان دي المباراه الافتتاحيه اللي ممكن احنا نتحدث يعني بشكل اكثر استفاده فيها. لكن تاني هنرجع نقول لو احنا بنسال هذا السؤال وبنطرح هذا السؤال على حضراتكم في سؤال السوشيال ميديا، يعني مش عايزين برضو يبقى في بعض التعليقات السلبيه، وده اصلا لو تاهلنا زي ما انت قلت و الى اخره. يعني مع ان في منتخبات قويه مشاركه، المغرب قويه، تونس قويه، السعوديه عندها مشكله كرة انك حلوة. تؤمن بنفسك يا كريم. أيوة. يعني معلش ما أيوة. لو احنا هنتكلم حتى على منتخب انجلترا، هنيجي على فكره منتخب والاداء، وتحديدا ده الخبر الاولاني اللي معانا. هو طبعا تالق زي ما حضراتكم شايفينه، وعمل زي ما بيتقال كده او وجه انذار شديد اللهجه، يعني هو وجه انذار شديد اللهجه للجميع، وكان بيقول لك انا موجود، انا دلوقتي موجود على الساحة، أنا إلى حد ما يمكن الكامباك بتاعي. لكن هو كان في الأول وفي الآخر إنذار شديد اللهجة لكل المنتخبات اللي كانت مشاركة، لأن كلم أنت واحد من المرشحين إلى حد ما بالفوز، ده كلام الناس بعد الماتش الأخير أو المباراة الأخيرة اللي فاز فيها على إيران 6-2. سكور جيد، طبعا سكور جيد جدا سكور جيد جدا، لكن برضه منتخبات او منتخب انجلترا مش من المنتخبات اللي كانت، لما تيجي تقول كده مين المنتخبات او تتوقع المنتخبات اللي يعني اللي ممكن تكون هتتاهل او اللي هي هيبقى المنافسه ما بينهم، ما كانش انجلترا ابدا. يعني كان عندك ممكن البرازيل، كان عندك فرنسا، كان عندك الارجنتين، لكن ما حدش جاب سيره ابدا انجلترا، يعني ما كانش في ابدا حد بيتوقع انجلترا. لكن على كل حال المباراه كانت اكثر من رائعه. تيجي برضه على الصعيد الثاني تقول لك ما هم بيلعبوا ايران، يعني ما انتش بتلعب برضه فريق او منتخب يعني مصنف
او حاجه، لا انت بتلعب ايران، فحتى لو انتهت 6-2 ما هياش حاجه واو يعني، لكن برضو انا بشوف ان ده في ظلم شويه لمنتخب انجلترا. منتخب انجلترا يعني باستثناء يمكن النسخه الاخيره في المونديال في 2018 كان غير موفق يمكن، وقلنا الكلام ده، وما بيكملش للادوار النهائيه، لكن واضح ان هو مع المدرب الجديد يمكن بقاله فتره طويله برضو مع الجيل الحالي، هنشوف رد فعل يمكن مختلف، رد فعل قوي مع المنتخب، نتمنى ذلك. بعد المباراه اللي بالامس كانت برضو قلبت المعايير شويه كريم، برضو سكور حلو زي ما بنقول 6-2، ويمكن ده برضو اللي بيديك شويه ان المونديال ده فيه اهداف كتيره بتحصل لحد دلوقتي يعني. انت بتشوف سكور حلو، بتبقى 1-0 او تعادل او غيره، انت بتشوف مباراه او مباريات فيها سكور حلو وفرق بين يعني الاجوال او عدد الاجوال بين الفرق وبعضها. يمكن برضو من الامور يعني هوند اللافته لنظر البعض من الناس فكره ان انجلترا وهي عندها واحد من اقوى دوريات العالم، ان ما كانش الدوري الاقوى على الاطلاق، ومع هذا قوه الدوري مش منعكسه قوي في قوه المنتخب في الفتره الاخيره، علما بان انجلترا دي كان طول عمرها ليها صولات وجولات وحاضر قوي دايما في كل النسخ السابقه من كاس العالم. لكن نرجع لماتش امبارح، فعلا انتصار اكيد مهم بطبيعه الحال لانجلترا، اشعل الاجواء من بدري ورفع سقف الطموحات من بدري للفريق الانجليزي وجماهير الفريق الانجليزي اللي اكيد مستنيين المنافسة على اللقب، مش مجرد ان هم يتخطوا عقبة او اتنين، لا ده هم رايحين عشان ينافسوا على اللقب. دي المباراة الأولى. المباراة الثانية وكان من ضمن الأمور اللي لافتة للنظر الحقيقة ناس كتير، انها ودك مش عارف انت شفتي ده ولا لا، ناس كتير مشيرة صورة لمحمد صلاح في ماتش السنغال ووشه كله متلخبط بالليزر لو تفتكري، وكاتب لك فوق ايه كل التهاني للشقيقه هولندا على فوزها على السنغال في اشاره للي حصل معانا في الماتش. احنا ما بننساش حقنا. يا خبر ابيض، يا خبر، وبالذات على السوشيال ميديا. انا شفت ده على تويتر تحديدا. بس طبعا هي يعني كانت حركه من البدايه من جماهير هناك كانتش الطف حاجه ابدا طبعًا. العالم كله تحدث عنها مش بس المصريين، بس يعني على رايك ما بينسوش لا ما بننساش يا بيه. طيب المهم، المباراه الثانيه اللي بنتكلم حضراتكم عليها يعني كانت مباراه تكتيكيه في المقام الاول، وجمعت طبعا بين هولندا والسنغال في اول ظهور لفريق افريقي وفي هذه النسخه من المونديال. والمواجهه كمان ما كانتش بس في داخل الملعب، كمان كانت على الخطوط بين الاثنين مدربين، لويس فان جال طبعا مدرب الطواحين الهولنديه، واليو سيسي مدرب اسود الترانجا. المباراه كانت الى حد ما مقفوله حبتين، كان كل منتخب خايف انه يستقبل هدف في شباكه لغايه لما اتفكت هذه الطلاسم مع الدقيقه 84 من احداث المباراه، وبعدها بقى طبعا سجلوا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من اللقاء عشان يمنح الفوز اول 3 نقاط للمنتخب الهولندي. اتوقع طبعا ان رده فعل المنتخب السنغالي هتكون قويه في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، لسه طبعا عندهم قطر والاكوادور في المجموعه، لان هولندا الى حد كبير شبه مؤكد ان هي ضمنت تاهلها من بدري، وكمان انتهت مباريات الامس بماتش امريكا وويلز، واللقاء كان قوي بين المنتخبين وكان يعني الى حد كبير متكافئ. بس يمكن اللي لفت نظر الجميع صاحب اول هدف في هذا اللقاء، وهو الامريكي تيموثي وايا، وهو طبعا ابن اسطوره افريقيا واوروبا كمان، الليبيري جورج وايا، وهو حاليا رئيس ليبيريا، ابنه معاه الجنسيه الامريكيه بطبيعه الحال، وبالتالي انضم للمنتخب الامريكي من صغره. ودي من ضمن مفارقات يعني مفارقات كره القدم، وكل كام سنه كده مع كل نسخه من كاس العالم لازم نلاقي لقطه او اتنين تبقى محطه انظار الناس كلها. طيب تعالى بقى نروح للماتشات النهارده، عندنا ماتشات برده مهمه جدا، ونشوف بقى المواجهات اللي هتكون بينهم، لان المواجهات صعبه بصراحه. عندنا منتخبين عربيين بينافسوا، بس بينافسوا 2 من المرشحين، من المنتخبات المرشحه يعني للفوز، عندك السعوديه والارجنتين طبعا، وكل الانظار هتكون على المباراه دي، لان كمان انت بتتكلم يعني الارجنتين النسخه دي عندها كم نجوم غير عادي طبعا بقياده ميسي، لكن عندك كم نجوم غير عادي، والتوقعات طبعا كلها يعني بتقول لك يعني خلاص، ما الناس لو هتتوقع على المباراه اكيد طبعا كل التوقعات بنسبه 99.9 يقول لك اكيد الارجنتين يعني هي اللي هتفوز النهارده. لكن على كل حال كره القدم علمتنا ان ما فيش حاجه اسمها توقعات برده يا كريم، الى حد ما بتبقى صادقه او بتبقى صائبه يعني 100%. هنشوف المباراه، بس هقول لحضراتكم على حاجه، هقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي حتى لو الارجنتين فازت، بس انا شفت منتخب السعوديه كمنتخب عربي بجد بيلعب حلو، ده هيفرق معانا جدا. يعني احنا مش قصتنا
مين يفوز على قد ما قصتنا، طالما احنا موجودين نثبت نفسنا على قد ما نقدر. صحيح. يعني فكره برضو ان انت تخوض مباراه وحاسس بخوف او بقلق، دي اتمنى ان احنا ما نشوفهاش مع المنتخب السعودي، لو كنا حتى شفناها مع المنتخب القطري. اتمنى السعوديه النهارده تنزل بكامل ثقتها وتشوف اللعب هيمشي ازاي، يعني هو ده اللي احنا منتظرينه. ونتمنى كمان التوفيق للمدير الفني الخاص لمنتخب السعوديه، طبعا هو برده متالق جدا، هو فرنسي طبعا زي ما حضراتكم عارفين، هيرفي رينارد، ومفروض ان هو برده كسيفي راجل محترم او راجل تقيل، نتمنى ان هو يعمل فارق مع السعوديه النهارده. ده الماتش الاولاني. طيب الماتش الثاني برده لا يقل اهميه، هنتكلم عن تونس ومع تونس الدنمارك. الدنمارك برده من المنتخبات الثقيله جدا طبعًا. وناس كتير طبعًا. تحدثت ان هي ربما تكون من المنتخبات اللي هترشح او المرشحه للنهائي او الفوز اصلا بالمونديال، فبرضه هنشوف مباراه قويه. واللي مطمني شويه على تونس ان دايما يتقال لك تونس حظه حلو، او فمنتخب تونس يعني الحظ معاه بيلعب دور كبير جدا معاه، شفناها برضه في بطولات قبل كده سابقه. فعلى كل حال نتمنى برضه المنتخب السعودي منتخب التونسي يقدموا افضل ما لديهم. على الصعيد الثاني اكيد برضه اللي بيشجع الدنمارك او بيشجع الارجنتين من العرب يعني مش عيب برضه، يعني انا اعرف ناس كتير اصدقاء ليا بيشجعوا الارجنتين، فدي حاجه اكيد مش عيب برضه واحد. بس هنشوف واتمنى نشوف خير، اتمنى نشوف حاجه تسعدنا وتطمنا وتشرفنا كعرب. كلنا بنتابع اكيد ماتشات المنتخبات العربيه الاربعه المشاركه في هذه النسخه من المونديال، وكلنا بندعي لهم وقلبنا معاهم لمليون اعتبار يعني بطبيعه الحال. المباراه الثالثه بقى هتجمع بين المكسيك وبولندا، وهي مواجهه ممتعه الى حد كبير، لان الحقيقه المنتخبين بيلعبوا كوره حلوه. الفريق المكسيكي على وجه الخصوص يمكن عنده خبره في كاس العالم، دايما بيكون ضيف في هذه البطوله، والحقيقه برضو عندهم مجموعه لاعبين في دوريات امريكا اللاتينيه، يعني هنشوف نسخه مشابهه الى حد كبير لفريق الاكوادور اللي شفنا اداؤه قدام منتخب قطر. ده على الجانب، على الجانب الاخر بقى منتخب بولندا مليون في الميه حاطط كل اماله على الهداف العالمي روبرت ليفندوفسكي في انه يسجل فوز غالي يعني يقربه من التاهل لمرحله الدور الثاني. اخر مواجهه هتكون جماهيريه بشكل كبير جدا، لان هي هتجمع بقى بين الديوك الفرنسيه منتخب فرنسا مع منتخب استراليا. طبعا الكل كان مرشح فرنسا للفوز بهذه البطوله قبل بقى ما تضربهم لعنه الاصابات اللي ابتدت بغياب بوجبا وبعديها كانتي واخيرا صدمه غياب افضل لاعب في العالم كريم بنزيما. الحقيقه ضربات قاسمه للمنتخب الفرنسي. فرنسا مع مدربها ديدي ديشامب الحقيقه معاهم واحد برضو من اهم وافضل نجوم العالم طبعا ميبابي نجم باريس سان جيرمان، ومعاه انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد. هنتابع ماتشات قويه يا حضرات مفيش شك، وهنشوف يا ترى يعني ايه اللي هتسفر عنه هذه اللقاءات، وهل يا ترى توقعات الناس اللي شايفه ان فرنسا مبدئيا كده حتى وان لم تحصل على اللقب هتوصل اضعف الايمان للمربع الذهبي ولا لا؟ ادينا هنتابع وادينا هنشوف. هنتابع يا بيه وهنشوف، لكن اهم من ان احنا نتابع ونشوف احنا كمان يعني نستمتع. المونديال ده دايما بيكون للاستمتاع، كمان الناس اللي بتعشق كره القدم في العالم بيبقوا عايزين يتفرجوا حتى مش على المنتخبات اللي هم بيشجعوها او على المنتخب اللي هم بينتموا ليهم، عايزين يشوفوا كوره حلوه. ده اللي احنا لحد دلوقتي لو انت هتقيم هتقول احنا اتفرجنا على كوره، بس لسه اللقاءات الثقيله لسه منتظره. يمكن النهارده عندنا بس لسه في لقاءات منتظره بشكل كبير جدا، وفي متعه احنا متوقعينها ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لكن فكره ان انت تتوقع من دلوقتي مين اللي هو ممكن يكون اقرب للفوز في مونديال هذه النسخه، انا اعتقد ان ده لسه بدري جدا عليه. حتى لو كنت بتتكلم عن البرتغال والارجنتين، انت كل شويه يعني مونديال غير متوقع، لان احنا ما شفناش ده المونديال اللي فات يعني في روسيا 2018، احنا لم نرى ذلك، يعني ما كانش فيه عندك كده كم الاستبعادات اللي بتحصل سواء للاصابات او لغيره او غيابات، لا ما كانش فيه العدد ده. وبعدين انت دلوقتي اصبح الموضوع مفاجئ، يعني دلوقتي وانت مع المنتخب وابتدينا خلاص المونديال بتلاقي ان في نجوم طارت، زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن كريم بنزيما اخر مثلا مثال مع منتخب فرنسا، فالموضوع غير متوقع تماما. هو من ساعه الكوفيد على فكره 2020 وفي امور حصلت في كره القدم العالميه من غيابات واصابات اصبحت غير متوقعه، انا بتكلم بجد لو انت جيت قصتها يعني. طيب في لقطات كده برضو في المونديال واحنا ماشيين مع حضراتكم يوم بيوم بنبقى هنعرضها يعني، او بنبقى حابين ان احنا نعرضها، من اللقطات اللي كاتش الناس او تبقى الناس بتتكلم عنها بشكل كبير. ديفيد بيكهام زي ما انت عارف يا كريم من الشخصيات او لعيبه الكوره العالميين اللي هم
محبوبين في العالم كله، يمكن كمان عندنا في الوطن العربي بشكل كبير جدا. ناس كتيرة عملت شير للصورة اللي حضراتكم شايفينها، هي مع بنته هاربر تقريبا، اسمها هاربر، مش عارفة عندها كم سنة دلوقتي، بتهيألي 11 حاجة زي كده. بس ناس كتيرة عملت شير للصورة دي وهي موجودة معاه، والناس كتيرة كانت بتقول له أو بتقول له كلام كتير، رغم باي ذا واي أنت عارف قصة إن هو تم انتقاده إن هو أصلا كان موجود يعني في المونديال لأسباب أخرى خالص مش بتاعتنا تماما ولا حتى عايزين نتكلم عليها، بس فكرة إن هو يبقى موجود والصوره ان هي تنزل من اللقطات اللي عملت بروباجندا كبير او شير كبير او فيور شيب كبير، يعني هو برضو من اولا كان لعيب يعني استثنائي على كل الاصعده، ثانيا برضو بيتميز بكاريزما طاغيه. في اشخاص كده بيبقى عندهم كاريزما جاذبه للاضواء وجاذبه للانتباه وجاذبه للصحافه وجاذبه للسوشيال ميديا، واكيد بطبيعه الحال ديفيد بيكهام واحد من هذه الاسماء. بمناسبه بقى فوز انجلترا على ايران في ماتش امبارح، الاتحاد الانجليزي لكره القدم عشان يسخن اللعيبه يعني والجهاز الفني رصد مكافئات ماليه ضخمه لكل لاعبي المنتخب في حال التتويج ببطوله كاس العالم في قطر 2022. قالت صحيفه ديلي اكسبريس الانجليزيه ان الاتحاد الانجليزي وعد كل لاعب ب 500,000 جنيه استرليني في حال التتويج بهذه البطوله. بالمناسبه الاتحاد الانجليزي سبق ورصد 250,000 جنيه استرليني لكل لاعب في حال التتويج بلقب كاس العالم في روسيا النسخه الماضيه، لكن اللي حصل طبعا زي ما اكيد حضراتكم تابعتوا انجلترا ودعت المسابقه من الدور نصف النهائي امام كرواتيا. وطبعا ما ننساش ان منتخب انجلترا توج بلقب كاس العالم مره واحده فقط في تاريخه، والكلام ده كان في سنه 66 لو انا مش غلطان، يعني برضو دي حاجه غريبه جدا. المنتخب الانجليزي منتخب طول عمره تقيل في كل الاجيال، طول عمر المنتخب الانجليزي تقيل ومشاركاته بتكون قويه في اي نسخه من كاس العالم بيشارك فيها، ومع هذا كل العفره دي كلها وما فازش بيها غير مره واحده. انا بتفق معاك. طب ما مثلا المنتخب الايطالي، حد كان يتوقع المنتخب الايطالي لن يشارك في هذه النسخه مثلاً. برضو في حاجات غريبه، عن برضو بيضموا اسماء كبيره جدا، وكره القدم الايطاليه كره قدم تقيله جدا، وزي ما انت قلت انجلترا عامه من اقوى الدوريات في العالم، فازاي لما اجي اتكلم عن المونديال ما الاقيش حاجه زي كده؟ برضو دي طبعًا غريبه جدا يعني. تنتقص من المتعه فكره ان في منتخبات راكور دول معانا، ما ينفعش تبقى ايطاليا مش غايبه فعلا. والله المفروض ان هم فعلا يكونوا معانا. احنا طبعا كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، ولسه عندنا حواديت كتير هنتكلم فيها بطبيعه الحال اغلبها متعلق بالمونديال. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، اتفضل. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وأكيد زي ما كنا بنوه في البداية أنا وكريم هيكون معانا دلوقتي زميلنا العزيز أحمد عويس من قطر مباشرة من الاستاد تحديدا علشان ينقل لينا كل الأجواء دلوقتي عبر طبعا يعني خاصية سكايب عشان نعرف بالظبط إيه اللي بيحصل هناك. النهاردة كمان عندنا ماتشات مهمة جدا، في ماتش الساعة 12. يعني عويس بونجور عليك، صباح الفل، ونصبح عليك أنا وكريم، وحابين نسمع منك وكلنا دلوقتي السادة أكيد المتابعين يعرفوا منك الأجواء عندك، الدنيا عاملة إزاي تنظيميا وتشجيعيا، المباريات، المنتخبات العربية لحد دلوقتي، النهاردة عندنا منتخبين هيشاركوا، خلينا نعرف منك الأجواء. وكريم برضو يعني أكيد كان عايز يصبح عليك. نفس الاستفسار نفس الاستفسار. صباح الفل عليك يا يعني دي الأمور المهمة. اتفضل. صباح الفل يا نهاوند، أول مرة أدخل معاكي، فصباح الفل عليكي. صباح الفل يا كريم، أنا بقالي يومين معاك، ده الثالث وإن شاء الله مع بعض البطولة كلها يا رب إن شاء الله. والحقيقة أنا حبيت أوريكم الملعب، يعني الناس مش مهم تشوف شكلي، المهم تشوف الملعب. صحيح صحيح مش زين. لا مهم تشوف الملعب والاجواء يا عويس. مش زين يا فندم لذوقك. اتفضل يا عويس. فانا دلوقتي في ملعب لوسيل قبل ساعتين من انطلاق مباراه الارجنتين والسعوديه، نتمنى التوفيق للمنتخب العربي السعودي. اجواء لاتينيه رائعه، انا حاسس ان الجماهير الارجنتينيه احتلوا الملعب، أكثر من 40,000 موجودين بره. طبعا في أجواء كأس العالم المدرجات ما بتتمليش بدري، أنا هقرب لكم شوية لأنه طبعا ممنوع إن أنا أدخل الملعب، فلو أنتم شايفين بصوا المدرجات بتاعت الملعب باينة أهي، لسه ما مليتش، فقبل المباراة بنص ساعة أو بربع ساعة بتتملي. خلينا نقول أجواء كأس العالم بدأت تظهر في الأجواء إمبارح، أربع مباريات قوية جدا بدأت الساعة، ثلاث مباريات آسف قوية جدا بدأت بخسارة غير متوقعة للمنتخب السنغالي أمام المنتخب الهولندي على عكس سير مجريات اللقاء. والحقيقة المنتخب السنغالي كان مأدي وراء حلوة جدا، افتقاد ساديو ماني فرق جدا معاهم. صحيح. بعد كده رحنا لشماتة المصريين في كارلوس كيروش والهزيمة ب 6-2 المنتخب الإنجليزي، لانه امبارح تقريبا الماتش كان بيهم مصر اكتر ما بيهم
ايران لانه كان فيه، وطبعا كارلوس كيروش قال كلام في المؤتمر الصحفي وهاجم الجماهير الايرانيه اللي كانت بتصفر على اللعيبه، والموضوع دخل في سكه سياسه وحاجات كده. طبعا بعد كده كانت مباراه ويلز وامريكا، واللي شهدت حدث تاريخي انه لاعب يسجل لمنتخب دوله وهو ابن رئيس دوله ثانيه. تيموثي وايا ابن جورج وايا رئيس ليبيريا سجل هدف في المباراه، والحقيقه ده كان حدث تاريخي. النهارده عندنا منتخبين عربيين بيشاركوا ورا بعض، السعوديه والارجنتين دلوقتي، ونتمنى التوفيق. وبعد كده تونس والدنمارك، وامبارح كان الجماهير السعوديه والتونسيه طول اليوم بيتحركوا في شوارع الدوحه، وماليين شوارع الدوحه وبيغنوا وبيحتفلوا. نتمنى انه الاحتفالات اللي كانت امبارح تكمل النهارده يا رب، وما نشوفش نتائج تبقى مزعجه جدا للعرب، لان المباريات النهارده صعبه على الفريق. الدنمارك منتخب كبير، منتخب الارجنتين منتخب كبير طبعا. طبعا انت يا نهواندي كان عندك سؤال عن ازمه التذاكر، والحقيقه ازمه التذاكر الفيفا عمل حاجه في البطوله دي انه ما فيش تذاكر ورقيه، فبيبعت التذاكر على الميل بتاع اي حد اشترى تذاكر. في ناس تبقى مسجله ميل غلط او الابلكيشن ما بيشتغلش، فالتذاكر ما وصلتش. وفي ناس اصدقاء ليا امبارح التذاكر وصلت لهم بعد نهايه المباراه، يعني في صديق ليا كان عنده تذكره امريكا ويلز وصلت له الساعه 12:30 بعد نهايه المباراه. هايل هايل، كويس، بس كويس انها وصلت. يا ترى راح؟ طبعا ده عامل مشاكل كتير جدا في موضوع التذاكر. وامبارح قدام مركز التذاكر، هبعت لك فيديو انا هوند تعالى دي بكره، كان في حوالي 10,000 واحد واقفين قدام مركز التذاكر الرئيسي في طابور طويل جدا عشان يحلوا الازمات دي. واعتقد ان هي هتبقى مطوله لانه موضوع الابلكيشن بيعلق. انا مشتري تذاكر حتى قالت ان ما وصلتش، يعني تذاكر بره حضوري كصحفي، عندي تذاكر عشان احضر كمشجع. ف الموضوع فيه مشاكل كتير، واعتقد ان هم هيرجعوا تاني لطريقه عم حسين والكشك التذاكر اللي هو ماشي. التذاكر العاديه زي زمان كده، ما كنا نشتري التذاكر من قدام معرض والله، وكانت الدنيا بتمشي بشكل سلس وبسيط، وعم حسين كشكو كان يعني عامل شغل نار. طب على فكره عايزين كمان يا احمد نسالك على نفس السؤال اللي احنا بنساله النهارده للمشاهدين والناس اللي بتتابع حلقتنا، سؤال السوشيال ميديا. في رايك هل تتوقع ان في منتخب من الاربع منتخبات العربيه اللي مشاركه في النسخه دي من المونديال ممكن تصعد لدور ال 16؟ اعتقد صعب. كان في امل في المنتخب القطري اللي مجموعته كانت سهله نسبيا بوجود المنتخب الاكوادوري والمنتخب السنغالي، ولكن هو خايب الامال بنتيجه ضعيفه في مباراه الافتتاح، واعتقد ان عنده مباراه صعبه ثانيه امام منتخب السنغالي يوم الخميس. طبعا المنتخب المغربي في مهمه اعتقد ان هي صعبه جدا مع منتخبين كبار، منتخب تونس برضه فرصته صعبه، اعتقد المنتخب السعودي فرصته صعبه مع المكسيك ومع الارجنتين ومع بولندا، يعني اعتقد الفرص صعبه. ولكن نتمنى المباريات الاولى في البطولات هي اللي بتفرق، يعني الجوله الاولى دي يا اما بتدي الفرقه نفس ان هو يكمله، يا اما الموضوع بيبقى محبط، يعني بيبقى صعب. الجماهير بدات، انا بحاول اقرب لكم شويه بس عشان ايه ما تبلكش. اوعى تقبض عليك يا عويس. احنا لسه عايزينك. الجماهير بدات تتوافد. لا، ما انتوا عايزيني ولا عايزين ملعب؟ برضه مش قادر تنسى الاثنين. طب بمناسبه اللقطه اللي احنا شايفينها دي برضه، وبمناسبه الحديث عن التذاكر، كلمنا اكتر عن التنظيم حتى هذه اللحظه، في اي مشاكل اخرى غير موضوع التذاكر عبر يعني الايميل، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ الاجواء هناك اخبارها ايه؟ المشجعين ازاي؟ التنظيم، النظافه، احنا شفنا يمكن لقطه كانت جميله جدا، يعني جماهير اليابانيين هناك كانوا بينظفوا الاستاد وراهم، يعني حاجه او المدرجات يعني تحديدا، لقطه العالم كله تحدث عنها بصراحه، زي ما بتقلك فعلا كوكب اليابان، دي حقيقه. فهل في اي اجواء مختلفه برضو او تحب انك تقول لنا عليها يا عويس؟ هو انت عارفه الدول الخليج خاصه الامارات وقطر فيها اجانب اصلا، فانت طول الوقت حتى في الايام العاديه بتلاقي اجانب من جنسيات مختلفه موجودين. وجود العديد من الـ من الـ من الجماهير الاجنبيه وخاصه اللاتينيه عامل اجواء مرح كبيره في الشوارع، دخول والخروج الملاعب سهل جدا جدا جدا.
مجموعه من الجماهير الارجنتينيه هم معديين قدامنا داخلين الملعب، معرفش هم جايين من هنا للمكان الميديا، وطبعا معديين هم على الهواء قدامكم، الجماهير بتتوافد على الملعب. الدخول بمنتهى البساطه سلس جدا، محدش بيتعب، كل واحد عارف مكانه وعارف كرسيه. كويس. كاس عالم حقيقي، يعني كاس عالم حقيقي، واعتقد ان دوله قطر نجحت في التنظيم جدا جدا حتى الان. طبعا احنا ده اليوم الثالث، اول يوم اتلعب مباراه واحده، امبارح اتلعب ثلاث مباريات، النهارده بقى اربع مباريات. ايوه. يعني 160 الف متفرج بيتحركوا في البلد بين الاربع ملاعب اللي هتلعب عليهم مباريات النهارده، فاعتقد النهارده هيبقى اختبار حقيقي للطرق وللمواصلات، ان الناس تتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا، اعتقد هيبقى اختبار حقيقي النهارده. وبكره ان شاء الله برده هنقل لكم اجواء المباريات بتاعه النهارده وما يحدث غدا في اربع مباريات الغد باذن الله. طب يعني لقطه بقى قبل ما نختم معاك، تورينا نفسك بقى يا عويس، سلم لا علينا كده. لا 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 خلاص. يا لقطه سريعه، ما تحرمناش يا عويس. طيب ماشي، انا قلت كده برضو. زميلنا العزيز جدا المتألق احمد عويس، بشكرك جدا على هذه التغطيه، وهو زي ما حضراتكم اكيد متابعين هيكون معانا لحظه بلحظه، بينقل كل الاجواء الموجوده هناك وما يحدث كمان على ارض الواقع، ولو في اي مستجدات اكيد هينقلها سواء ليه 10 الصبح في الاهلي او اكيد على قناه الاهلي. يعني اجواء حلوه برضو. طبعا الله، انا كان نفسي نبقى موجودين. يا ريت يا ريت والله، اكيد فكره ان انت قاعده بتحضري، وبعدين كمان اربعه، انت عندك فرصه ان انت تحضري اربع ماتشات في اليوم الواحد، دي حاجة عظيمة جدا، ومنتخبات العالم كلها متجمعة. لا، اللي حاصل على أرض قطر هي حاجة جميلة جدا، بنتمنى لها أكيد المزيد من النجاح على مستوى التنظيم، وأكيد كمان على مستوى المنتخب القطري، وأنه يعني يفوق نسبيا من صدمة الخسارة في اللقاء اللي فات، أول لقاء ليه وأول مشاركة ليه على الإطلاق في تاريخ، وأول مرة منذ الزمن يا كريم طويل الدولة المستضيفة تخسر المباراة الافتتاحية. للأسف احنا يعني إن شاء الله يعوضوا ده، يعني النقطة دي، لكن أكيد كان نفسنا بجد والله العظيم من قلبنا، كان نفسنا أن قطر في المباراة الافتتاحية أن هي تفوز، بس دي كرة القدم مفيش مشكلة، يعني مازال برضو لسه في أكيد متعة منتظرانا، ولسه قطر عندها فوق أكتر من فرصة يعني. وإن كانت الفرص بيني وبينك أوف، يعني المهمة مش سهلة الحقيقة، فكرة إن هم يعني عندهم ماتشين مش سهلين بأي حال من الأحوال، ونرجع ونتمنى لهم يا رب إن شاء الله كل التوفيق. تعالوا بقى نروح للقاء اللي هيبتدي خلال يعني دقائق، يعني النهارده ان شاء الله اول اللقاءات الاربعه هيكون هو اللقاء اللي هيجمع بين الارجنتين والمملكه العربيه السعوديه. والحقيقه نجم الارجنتين ليونيل ميسي اعلن انه جاهز لمباراه منتخب الارجنتين امام السعوديه النهارده. ميسي كان خاض تدريبات منفرده خلال الايام الماضيه بسبب معاناته من اجهاد عضلي، لكن يعني هو رجع بعد كده واكد جاهزيته لمواجهه السعوديه، وقال خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراه: اشعر انني بحاله جيده جدا، اعتقد انني امر بلحظات رائعه بدنيا وفنيا، لا اعلم، لا اعاني من اي مشاكل. وقال كمان ان اللعب في كاس العالم دائما ما يكون مميزا، والاجواء قبل المباراه الاولى دائما تكون مختلفه، ودخلت الاجواء والريتم بشكل سريع واشعر براحه كبيره. يعني فكره ان ميسي بيعلن استعداده وجاهزيته للقاء السعوديه دي حاجه تخوف الحقيقه، يعني ما اخبيش عليكي، حاجه تقلق. هو فعلا جاهز يعني من غير ما يجهز زي ما بيقولوا. فيعني طيب، على كل حال تاني هرجع اقول، حتى لو كانت المباراه يعني النتيجه بتاعتها الى حد ما متوقعه، او يعني فوز الارجنتين متوقع الى حد ما لحد دلوقتي، لكن برضو احنا نتمنى على الصعيد الاخر نشوف مباراه حلوه او اداء طبعا كويس من السعوديه. طبعا يعني خلي بالك، ما عشان الدنيا يتصلح حالها ما بتجيش مره واحده، يعني عشان تقول مثلا كره القدم في الدول العربيه او كره القدم العربيه ان هي تبدا تنافس اوروبيا وعالميا، ده هيحتاج مونديال واثنين وثلاثه. بس كويس ان احنا دلوقتي بنشارك وبنلعب كويس وفي تنافسيه، ولا بنشارك تشريف ولا اسمها ايه، مشاركه مشرفه ولا تمثيل مشرف؟ يعني قعدنا كتير قوي يبقى تمثيل مشرف، عايزين نعدي بقى المرحله دي، يعني نعدي بقى التمثيل المشرف. انا واحد من الناس قضيت عمر كامل بسمع العباره دي من وانت صغير والله، يعني نعدي بقى ده، يبقى في تنافسيه شويه، مشاركه مع تنافسيه، بعد كده نشوف بقى فوز، يعني نتمنى ذلك. ما اعرفش هنبقى عايشين ولا لا، او يعني قريب ولا لا، انا مش بتريق والله، يعني بتكلم بجد. فبس ده اون ذا تراك زي ما بتقال، او ده في الطريق، لان انت دلوقتي بتدي لمسات مختلفة على الأرض، ابتدى رأس المال يلعب دور، ابتديت ما تستخسرش في اللعيبة، ابتدت صفقات أكثر من رائعة، ابتديت تجيب مديرين فنيين تقال، وهكذا، يعني المسيرة
اعتقد ان هي ماشيه في الطريق السليم. خلينا نكمل موضوع ميسي، لان ميسي تحديدا لو هنتكلم بالارقام، لغه الارقام بقى، لو هو لعب بالارقام امام منتخبات اسيا في مسيرته قد ايه؟ هو مباراه النهارده بتعتبر مباراته العاشره امام منتخبات القاره الاسيويه، سجل فيهم 4 اهداف في منتخبات القاره، من بينها هدف واحد كان في لقاء اقيم في بطوله رسميه، مقابل 3 اهداف في مواجهات كانت وديه. طيب لو هنتكلم بالدقائق، انا مش هتكلم بس بالارقام عادي، انا هقول لك كام دقيقه هو لعب بالدقائق يا كريم. 772 دقيقه وراجعوا ورانا الكلام ده، شهدت مساهمته في 4 اهداف، ويعني المواجهات دي يعني سجل منها 4 وصنع 4 خلال 9 مباريات كمان سابقه. فالنهارده هنشوف، وده السؤال بقى، هل ميسي هيسجل ولا لا؟ ولو سجل هيسجل كام هدف؟ وايه المنتظر من ميسي؟ والاداء هيبقى شكله عامل ازاي؟ والدنيا كده او المؤشرات زي ما انت قلت، فكره ان هو يعلن عن استعداده، الموضوع ممكن يكون مقلق شويه للفريق الاخر اللي هي السعوديه، ولكن في نفس الوقت على ارض الملعب ممكن الامور تتغير تماما. يعني زي ما بتقال كده you never know. دايما في مساحه لوجود مفاجآت غير متوقعه، وبالذات في كاس العالم. انا بتفق معاك، فهيبقى النهارده بس نتمنى ان احنا نيجي بكره ونتكلم عن حتى يعني الاداء الرائع اللي كان للمنتخبات العربيه النهارده. نتمنى ان احنا حتى بكره نيجي نتكلم على ده، مش نتكلم ان هي هزيمه او سكور وحش ويبقى في هاي سكور للفريق الاخر. ده اللي انا كل اللي برجوه كنهواني. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله خير. طيب تعالوا بقى نروح كمان يا حضرات للمؤتمر الصحفي لمباراه استراليا امام فرنسا اللي هتكون النهارده، وتصريحات من مات راين قائد استراليا اللي اتكلم عن الخصم وقال انه طلب من لاعبي فريقه الشباب احترام المنافس مع عدم الخوف منه، يعني يبقى مزيج من الاحترام بس في نفس الوقت ما نبقاش خايفين ولا مرعوبين. قال راين: الشيء الذي تعلمته هو أنك يجب أن تحترم المنافس بالقدر المناسب ولا تخاف منه أو ترتبك كثيرا. سنلعب ضد بعض اللاعبين الرائعين في فريق قوي، لكننا جميعا بشر. يعني كل دي رسائل طمأنة للعيبة بتوعه، وبطبيعة الحال لجمهور المنتخب أو مشجعي المنتخب الأسترالي. وقال كمان: نعلم أن لدينا فرصة جيدة للفوز، فريقي يعرف جيدا قيمة أسماء الفريق المنافس، إنها مباراة أو مباراة 1 ضد 1 و10 لاعبين يرتدون القميص الأزرق ضد 10 لاعبين يرتدون الزي الأصفر، إنها معركة وهذا ما ستكون عليه هذه المباراة. يعني باختصار الصحفيين كانوا يعني هو قال اللي قاله ده ردا على تعليق من واحد من الصحفيين، وكان بيفكروا بالهزيمة السابقة لمنتخب بلاده من المنتخب الفرنسي، وده كان رده عليه. ما معناه إن احنا اتعلمنا الدرس وتعلمنا كمان يعني فكرة إن احنا نحترم ونعمل حساب للشخص او للمنافس بتاعنا، لكن ما نبقاش مرتبكين زياده، متخبطين زياده، او مرعوبين منه زياده. ودي نقطه مهمه الحقيقه. واضح ان الموضوع مش بس متوقف على اللعيبه في المنتخبات العربيه، يعني في طبعا لعيبه عالميين او بيمثلوا منتخبات عالميه برضو بتتكلم ان هم عندهم قلق من بعض المنتخبات الاقوى المصنفه الاقرب للفوز باللقب يعني. بس انا برضو شايفه ان موضوع الخوف او الترقب الزايد من منتخب استراليا ده غريب، لان برضو هرجع اقول لك تاني، لما اجي اعمل مقياس رقم واحد انا كلاعب محترف مش المفروض اخاف اصلا من الخصم بهذا الشكل ابدا، لان ده هيترجم بشكل وحش جدا على الملعب، وده شفناه كتير. النقطه الثانيه اني اتكلم واقيم فريق او منتخب فرنسا، منتخب فرنسا طبعا منتخبات القويه جدا 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 والاقرب للفوز، لكن مع الغيابات دي الموجوده طبعا وحتى لو صاحب اللقب، بس برضو انت عندك النسخه دي، انا بتكلم غيابات كتيره جدا، واللعيبه التقيل النجوم بتوع المنتخب مش موجودين. امال لو كانوا موجودين امال لو كانوا موجودين كان ايه الخطاب اللي هيكون موجود يعني؟ وحتى لو كان نتكلم على صاحب اللقب برضو، ده لا يعني ان هو ممكن ان هو يبقى مرعب بهذا الشكل في النسخه اللي بعد كده. يعني الامور لا تقاس بهذا الشكل. فانا اتفق جدا مع قائد يعني منتخب استراليا ان هو تحدث بهذا الشكل، ان في الاول وفي الاخر طبعا موضوع يعني كرة قدم ودول الناس زينا يعني ما فيهاش حاجة. أنا عايزة أروح معاك بعد كده بس سريعا برضو لكريستيانو. احنا بنحب نركز على الحاجات برضو اللي فيها زي ما بتقال كده يعني ناس مركزة معاها أو بتعمل فيور شيب عالي أو الحديث اللي بيبقى داير يعني على السوشيال ميديا الأكتر. ناس اتكلمت عن عدد المتابعين أو الفولورز بتوع كريستيانو رونالدو تحديدا، مش كده؟ ما جينا قلنا برضو المشاكل اللي هو بيعاني منها قد إيه، ناس كتيرة شايلة همه في العالم، مش بس يعني الناس اللي هي بتشجع مانشستر يونايتد أو البرتغال، لا ناس كتيرة ولها عشاق بالملايين في العالم كله. فالأزمة اللي
هو بيمر بيها مؤخرا، مش بس ازمه كريستيانو، لا ازمه ناس كتيره، ناس كتيره زعلانه على هذا المستوى. بس مش ده الموضوع، الموضوع الاخر ان كمان رغم كل ده يا كريم ورغم انخفاض المستوى اللي احنا بنتكلم عليه والازمات اللي بيمر بيها كريستيانو ده، ما قللش ابدا ابدا من شعبيته. على الصعيد الاخر بقى عايز اقول لحضراتكم برضو بلغه الارقام، رونالدو سواء هنا بنتكلم خارج الملعب او جوه الملعب هو ما زال رقم واحد، وهو ما زال اللي بيحطم الارقام القياسيه هنا اللي بنتكلم فيها، يعني سواء احنا بنتكلم على المتابعين او حتى من الناس اللي هم بيعشقوه. هو دلوقتي المفروض يا كريم حقق رقم تاريخي على انستغرام، وصلوا الفولورز بتوعه لنصف مليار متابع، ما شاء الله غير مسبوقه، 500 مليون نصف مليار يا 500 مليون، فطبعا رقم كبير جدا. تاني هنرجع نقول هذا النجم ما حدش او مش من الناس اللي ممكن تتاثر باي دروب بيحصل مثلا في حياتها او على الصعيد المهني او مسيرتها المهنيه، فالموضوع مش كده خالص، بالعكس ده زود من شعبيته والانستغرام والفولورز بتوعه زادوا على العكس او على غرار اي لاعب اخر، يعني اديني مقارنه لا ما الجاب حتى كبيره. لا هو ما فيش شك ان كريستيانو رونالدو استثنائي، والرقم اللي انت بتتكلمي عليه اللي هو نص مليار متابع بيني وبينك طبعا هو رقم يخض، لكن بطبيعه الحال يتماشى كل التماشي مع فكره ان احنا بنتكلم على لاعب استثنائي عنده برضو نفس الصفه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره ان انت تبقى جاذب للاضواء. طبعا كريستيانو رونالدو اكيد على راس قائمه الاسماء اللي بتتسم بهذه السمات او اللي بتتصف بهذه الصفات. طيب تعالوا بقى نروح لخبر مختلف حبتين، وان كان اكيد في سياق المونديال، عايزين نقول لحضراتكم ان احبطت اداره جمارك مطار حمد الدولي محاوله تهريب حبوب ترامادول وماده الحشيش المخدره تزامنا مع بدء بطوله كاس العالم لكره القدم، وده زي ما اعلنت السلطات القطريه. اللي حصل ان موظف الجمارك في المطار اشتبه في شنطه احد المسافرين، وبعد تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبه ترامادول وكذلك حوالي نص كيلو من ماده الحشيش المخدره. وطبعا يعني أكيد كتير من الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وقفت كتير عند هذا الخبر، وطبعا أكيد تحية للقائمين على الجمارك والقائمين على الأمن بشكل عام في دولة قطر، خصوصا في فترة انعقاد هذا المونديال. هي كانت جايه منين بقى؟ ده ما قالوش وما قالوش طبعا، يهمني اعرف جايه منين، ما اعلنوش كمان عن هويه الشخص يعني اي دوله جايه. احترم ذلك، احترم ذلك، لان الاجواء لا تسمح دلوقتي بده خالص، والموضوع مش عايز ان حد يحصل فيه اي مشاكل قد تصل مشاكل سياسيه، ولكن برضو حاجه غريبه جدا، يعني حاجه غريبه جدا بصراحه، مش عارفه الناس رايحه تنبسط وتستمتع بالكوره ولا ايه القصه بالظبط، لا حاجه غريبه يعني. ولا رايحين يعملوا دماغ في البطوله ولا ايه صحيح؟ طيب بجد الناس اصلا اللي بتلجا للحاجات دي انا بيصعبوا عليا، يعني انت بتدمر نفسك بنفسك، يعني ده فعلا قمه تدمير الذات. الناس بتتعاطى حاجات زي كده، انا نفسي اخش جوه دماغ حد وافهم هو انت ازاي بتهون عليك نفسك. الناس اللي بتلجأ للمخدرات والحاجات اللي زي كده، والترامادول ده احنا اتكلمنا عليه في فقره كامله، اتكلمنا عن المنشطات وغيره، كان الترامادول مدرج تحت المخدرات، يعني شيء صعب الصراحه. على كل حال نروح فاصل يلا ونرجع بعدين نكمل. عوده على 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. والحقيقه الاجواء ابتدت تشتعل وكاس العالم هيبتدي يسخن. تابعنا امبارح 3 ماتشات مهمه هنتكلم عنهم، وهنتابع النهارده ان شاء الله 4 ماتشات مهمه وبرضه هنتكلم عنهم في فقرتنا دي اللي منورنا فيها الناقد الرياضي الاستاذ محمد مصطفى. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل يا استاذنا هواندو، صباح الفل على حضرتك، الله منورنا بجد، ربنا يخليك، شكرا. خلينا نبدا بالماتشات امبارح والفتره اللي فاتت، ونبدا بعد كده الحديث عن مباريات النهارده. 4 مباريات في غايه الاهميه، واحده منهم خلاص يعني تقريبا تفصلنا عنها ساعه حاجه زي كده، السعوديه والارجنتين. اكيد يعني هنتكلم بقى في التفاصيل وهنتكلم عن المنتخبات العربيه كل ده، بس عايز اروح معاك للفوز على ايران وانجلترا، يعني انجلترا وايران 6-2. البعض شاف ان دي حاجه انجاز عظيم جدا لانجلترا، والبعض الاخر قال لك يعني ده ستيل منتخب ايران، يعني مش المنتخبات المفروض انجلترا تقلق امامها او يبقى سكور مختلف. يعني بتشوف بدايه المباراه دي ازاي كانت؟ بص، بدايه مجموعه انجلترا هو بالنسبه لي الامر محسوم فيها شويه، لانه جاب واسع شويه ما بين انجلترا ومنافسينها في المجموعات بالزبط. ممكن تواجه صعوبات شويه في ويلز او امريكا، بس ايران شويه كان في جاب شويه في المستوى ما بين ايران وانجلترا. بس محتاجين ناكد ان منتخب ايران برده مش منتخب يخسر 6-2، يعني بالعكس المنتخب عنده عناصر كويسه جدا، بيلعبوا برده في اوروبا. منتخب اكبر خساره ليه في تاريخه هي خساره رسميه، هي خساره مباراه الامس امام انجلترا 6-2.
بس على الجانب الثاني منتخب انجلترا هو منتخب متكامل جدا. منتخب بطوله اليورو بيوصل للفاينل بيخسر ببلينات امام ايطاليا، بطوله كاس العالم اللي فاتت وصل لسيمي فاينل، عنده لعيبه من احسن لعيبه اللي في العالم. النهارده انت التبديلات امبارح كانت مين؟ جريليش، راشفورد، فودن، اللعيبه الثقيله قوي اللي في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على مقاعد البدلاء. بتشوف تالق لبيلينجهام، بتشوف تالق لساكا. امبارح في ارقام قياسيه غير طبيعيه عملها منتخب انجلترا ولعبته. ساكا مثلا بيسجل لاول مره في المونديال، وبيلينجهام نفس الكلام، وهو تاني اصغر لاعب في تاريخ انجلترا بيسجل بعد مايكل اوين. عدد كبير جدا من الارقام الكويسه حققها اللعيبه الانجليزي امبارح، ودي تاني اكبر فوز لمنتخب انجلترا في التاريخ في بطوله العالم بعد ما فازوا على بنما 6-1 البطوله اللي فاتت. كتير قوي من المصريين كانوا عينهم على منتخب ايران وعلى ماتشات منتخب ايران بالظبط كده. وابتدينا بقى نشوف حاجات، وانت عارف اللطائف بتاعه السوشيال ميديا. والله اعلم يعني مدى صحه فكره ان هو رد على هذه التعليقات وبيقول ما معناه، يعني انا مش عارف ليه المصريين مركزين قوي في خساره ايران، ومش انا السبب في ان مصر ما شاركتش في كاس العالم. انا مش عارف مدى مصداقيه هذا الكلام لان انا قريته من خلال السوشيال ميديا ومش دايما بتبقى موثوق فيها الحقيقه. بس فكره وجود كيروش كانت عنصر جذب لكثير من المصريين للمتابعه، ولما تابعوا اللقاء والنتيجه الكبيره ابتدت الافيهات تظهر. بقى انت شفت الحكايه دي ازاي؟ بص، الناس شويه ركزت مع كيروش كمان بعد ما مصر فازت على بلجيكا وشافوا اداء كويس. أيوة. فبداوا يقولوا ايه ده، احنا عندنا قماشه حلوه، احنا نعرف نكسب بلجيكا، احنا لو كنا موجودين في كاس العالم كنا كسرنا الدنيا. أيوة. بس ده مش مقياس، لا احنا محتاجين نصبر شويه علشان تقدر تقيم تجربه فيتوريا وتقيم اللعيبه بتاع المنتخب دي لما تتحط برضو في مواقف تانية وتشوف مدى تاثير فيتوريا مع المنتخب. وجهه نظري الشخصيه انا لا، كيروش عمل حاله حلوه مع المنتخب، مستلم منتخب مهلهل خالص بعد كابتن إيهاب جلال والخساره برباعيه امام كوريا والتعادل في مباراتين في تصفيات افريقيا في مباريات سهله جدا، استلم منتخب مهلهل خالص، وكان قبلها كمان التجربه بتاعه كابتن حسام البدري. ف كيروش بالنسبه لي بالعكس هو عمل توليفه كويسه من اللعيبه، اعاد اكتشاف لعيبه زي محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، احمد رفعت، ضم في بطوله العرب حسين فيصل، لعيبه انت عمرك ما كنت تسمع عنها، هو ضمهم وجازف بيهم. فبالعكس انا بشوف ان كيروش مدرب كويس جدا، ولكن الناس انتظرت بعد الاداء اللي شافته في بطوله العرب وبعد الوصول لنهائي كاس الامم الافريقيه انه خلاص احنا عايزين بقى ناخد كاس الامم ونوصل كاس عالم. بس لسوء حظنا ان احنا بنتقابل مع منتخب السنغال، اقوى منتخب افريقي موجود دلوقتي وفي عزه، ومنتخب يعني كان موجود في فاينل 2019، ومنتخب عايز يوصل كاس عالم، عنده استقرار فني مع علي سيسيه. فانت حظك وحش جدا، انت تحفظات كتير على اللقاء ذات نفسه، وده اللي برضه خلى مصريين كتير امبارح يعلقوا ينزلوا صوره محمد صلاح ووشه كله اخضر من الليزر في الماتش الشهير، وقال لك كل التهاني للشقيقه هولندا. انت فاهم قصدي؟ لا ده كمان في الاحسن من كده، ان محمد صلاح قاعد تحت الفندق بتاع ساديو ماني وبيغني له عارفين هولندا عارفينها يعني. مفيش التهاني. يعني لا هو مش هيفهموا عامه، هو راح عمل كده فعلا؟ لا 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 ده انا بهزر يعني. برضه انا قلت هو في ايه؟ كوميكس. لا بنتكلم على الكوميكس يعني والافيهات يعني. بس القصه ان برضو السنغال انت بتقيمها ازاي؟ يعني السنغال طبعا لما لعبتنا كانت حاجه، ودلوقتي برضو في لعيبه مش موجوده، في اداء مش نفس الشكل، خليني برضو اروح معاك للنقطه دي. بصي، المنتخبات الافريقيه عموما دايما ما بنشوفش منها نفس الوجه اللي بنشوفه في مبارياتنا معاها في كاس العالم. ليه بقى؟ يعني منتخب الكاميرون ده يعني ده كان فيه الاسود طبعا، المنتخب اللي كان بيلبس كات ده وسونجو وجيريمي وايتو وبتاع، انت المنتخب ده بيخرج من دور المجموعات طول تاريخنا، ما فيش ولا منتخب افريقي عدى من دور المجموعات، بس احنا بنتكلم في حالتين ثلاثه، السنغال والكاميرون. السنغال لما وصلت دور الثمانية 2002، وكاميرون لما وصلت دور الثمانية مع روجيه ميلا في 99 في 90. وبتتكلم في المنتخبات العربية، جزائر، سعودية، تونس، مغرب بس اللي صعدوا كل واحد في مرة لدور ال 16. طب ليه العرب والأفارقة مش وش بطولة؟ يعني ليه مش مكتوب لنا في مرة نوصل ونلعب في النهائي؟ برغم إن احنا في منتخبات الناشئين والشباب تلاقي مالي بتلعب في نهائي كأس عالم، السنغال بتلعب نهائي كأس عالم، بس الوضع بيختلف بسبب النظام اللي موجود في اوروبا. اوروبا وامريكا اللاتينيه متفوقين جدا في كاس العالم، والجاب كبير جدا ما بينهم وما بينهم في كاس العالم. انت بتشوف امبارح السنغال معاه مندي افضل حارس مرمى في العالم، اخطاء ساذجه جدا، اخطاء ساذجه بتضيع مجهود فرقه وتخلي هولندا تكسب الماتش. بالظبط، الكره سهله جدا، مش محتاج ان انت تطلع فيها اصلا، في مدافع مع اللعيب، انت مش محتاج ان انت تطلع وكلفت فرقتك في النهايه هدف كان السبب في خساره منتخب السنغال. فدايما اللعيبه الافارقه في كاس العالم
نسبة التركيز بتقل جدا. فارق والجاب في العقلية وفي الشخصية بيظهر في الأوقات دي، ده اللي في النهاية بيأثر على المنتخبات الأفريقية وبتلاقيها بتخسر. ولكن إجمالا لا، المنتخب السنغالي هو منتخب قوي جدا طبعا. أتمنى يعني أن المنتخب السنغالي يكمل، لأنه هو منتخب إذا واصل دور 16 ممكن تلاقي السنغال تكرر إنجاز 2002. بس كل ده هيتوقف على مباراتها القادمة أمام قطر، ثم مباراة الإكوادور اللي بشوف إن المباراة دي هتبقى هي مباراة حسم للمركز الثاني في المجموعة، اللهم إلا إذا قطر بقى يعني عملت مفاجأة صدفة. إحنا قلنا ممكن على فكرة، متوقع الله أعلم، بس يعني بالبداية اللي إحنا شفناها دي مش كان في خوف، كان في خوف عند اللعيبة، اتكلمنا عنه أنا وكريم في بداية الحلقة. يعني أنت منتخب قطر وأنت بتلعب على أرضك، وأنت يعني المباراة الافتتاحية وعمرها ما حصلت غير يعني من زمان جدا إن صاحب الأرض يخسر في المباراة الافتتاحية، والعالم كله مساندك العرب يعني بالزبط. كنا مستغربين يعني ليه اللعيبه بتلعب بهذا، يمكن اخر 10 دقائق اللي شفنا فيهم قطر بصراحه الشوط الثاني يعني. صحيح. انا صدمتي اكتر في قطر الاداء. انت راجل لعبت كوبا امريكا، وراجل لعبت في مع 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 فرق اوروبيه كتير، لعبت كاس اسيا وكنت مكتسح في بطوله كاس اسيا، فالمفروض ان انت تخش المباراه دي انت اللعيبه هتبقى عايز تاكل النجيله. انا قصاد 60,000 متفرج. طب انت شايف ايه اللي منع اللعيبه دي انها تاكل النجيله؟ يعني ايه اللي حصل فنتج عنه اللي احنا شفناه؟ اولا هو انا بشوف ان في سببين ادوا لخساره قطر. السبب الاول هو الخوف الكبير اللي ظهر على اللعيبه. اداء وشكل كاس العالم، ان قطر كسبت حق استضافه كاس العالم واللعيبه دي كانت لسه عندها 12 13 سنه. ده حلم اتولد عند لعيبه كتيره هناك ان هم عايزين يلعبوا كاس العالم. فاللعيبه دي النهارده اتفاجئت انه ده كاس عالم، انا بلعب في افتتاحيه كاس عالم قصاد 60,000 متفرج، العالم كله بيشوفني، اجواء كاس العالم اكيد مختلفه عن كوبا امريكا ولا مختلفه عن بطوله اسيا، فظهر قوي التوتر على اللعيبه. النقطه الثانيه وهو سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري اللي اعتمد على نفس التوليفه والشكل واللعيبه والادوات اللي معاه على مدار سنوات طويله دون يعني احداث اي تغيير فيها. تكلم في نفس العناصر، تكلم في اكرم عفيفي ومعز علي، او اكرم عفيف والمعز علي، هما الاثنين الفلودين هما اللي ثابتين لمده 4 5 سنوات مع منتخب قطر. اي كوتش هيقابل منتخب قطر هيكون هيذاكر منتخب قطر بسهوله جدا، ماتشين ثلاثه يعرف مفاتيح لعبهم، يقدر ان هو يقفل عليهم بشكل سهل. تمام، تعالى بقى نروح للنهارده. يلا بينا. خلاص ساعه تقريبا وهنتفرج على الارجنتين والسعوديه، ومباراه قويه، ومباراه البعض قال لك يا عم لا قويه ولا حاجه، الارجنتين هتخش تخلص، خصوصا بعد تصريح ميسي الاخير اللي قال لك انا جاهز للمباراه، واحنا كنا بنقول له ما تجهزش انت من غير ما تجهز والنبي ما تجهز يعني. لا بجد اتكلم يعني نتكلم بقى جد، هل بتتوقع هتبقى مباراه قويه فيها تنافسيه ام مباراه محسومه منذ الدقائق الاولى؟ محسومه، ولكن رينار استعد كويس قوي مع المنتخب السعودي خلال الست شهور اللي فاتوا، عمل 8 وديات. ال8 وديات دي كان السمة البارزة عند رينار انه ما بيتلقاش اهداف كتير. يعني كل مباريات السعودية اتعادل ماتشين 0-0، اتعادل ماتش 1-1، خسر ماتش 1-0 بتاع كرواتيا، يعني النتائج كلها ماشيه بنفس الطابع والشكل. مفيش يعني هاي سكور بالزبط. كان في وده السعودية. ده دي كانت اكتر سمه يعني بتميز المنتخب السعودي في المباريات. المنتخب السعودي خسر 5 من اوروجواي، خسر 8 من المانيا، فكان دايما في مشاكل في مباريات المنتخب السعودي مع الفرق الكبيره. فكان واضح جدا ان رينار بيذاكر مع المنتخب السعودي ازاي انه دايما يقفل المساحات، يلعب زون، يحاول ان هو ما يتلقاش اي اهداف. بس ده اثر عليه على جانب الهجومي، ان في ال8 ماتشات الوديه اللي لعبهم من شهر 6 ل 12 دخل 3 اجوان بس، رغم ان عنده عناصر كويسه جدا. فعلا مشكله بالظبط. النقطه الثانيه، رينار بيعول على فكره ان لعيبه الهلال عندها تجانس. تشكيله المنتخب السعودي اللي هتبدا ماتش الارجنتين دلوقتي فيها 9 لعيبه من الهلال. لا بس هو لعب هجومي، سوري، دفاعي بحت. يعني هيقفل دفاع بحت قصاد منتخب الارجنتين، هيحاول يعتمد على سرعات سالم الدوسري والشهري في الخط الامامي، يلعبوا كجناحات يقدروا ان هم يحاولوا ينقلوا المنتخب السعودي في الهجمات، مع طبعا الاعتماد على قائد الفرقه سلمان الفرج في وسط الملعب، عنده كره شويه يقدر ينقل الكره. انا اعتقد ما عندوش اوبشن تاني غير انه يحاول يقفل، طالما انت بتلعب فريق زي الارجنتين ده انت يعني فعلا لا تملك غير التقفيل، وتدعي ربنا انك تنجح في التقفيل. بس انت كده بتدي له فرصه كبيره قوي ان هو يعني زي ما بيتقال كده يركب المباراه من البدايه. ما هو لازم يركب المباراه، انا ادي له استحواذ بس ما افتحش ملعب قصاده وانا اللي هعاني.
يعني انا لو فتحت ملعب كسعوديه امام الارجنتين طبعا طبعا لو فتحت لعب فتحت اللعب انا ساعتها هخسر باي سكور كسعوديه طبعا لازم يبقى كده التفوق الفني عند الارجنتين ما فيهوش مقارنه اصلا يعني طبعا طبعا فكره ان رينار نفسه عنده خبرات سابقه شخصيا بقى مع كاس العالم ايام ما كان مع المغرب، هل تفصيله زي دي ممكن تفرق تبقى عنصر يعني قيمه مضافه في حالته؟ طبعا طبعا ان رينار فنيا بقى له فتره مع المنتخب السعودي، درس المنتخب السعودي كويس قوي واختار العناصر المهمه المناسبه ليه، ثانيا خبرات رينار مع المنتخبات اللي دربها فارقه معاه جدا ومدياله شخصيه قادر ان هو هيقدر ان هو يفرض طبيعته وشخصيته على لعيبه المنتخب السعودي يلتزموا باللي هيطلبوا بيه في الملعب، ولكن المنتخب السعودي هو بيلعب بطريقه 4 3 3، ثلاثه ديفندرات في وسط الملعب، دايما هتلاقيه مقفل الطرفين، هيحاول ان هو دايما يلعب الزون ويعتمد على زي ما بقول لك سرعات سالم الدوسري والجهري في الخط الامامي علشان يحاول ان هو يعمل هجمات مرتده على منتخب الارجنتين، ولكن اي مجازفه منه بفتح اللعب ده هيكون خطر جدا في ظل وجود ميسي، وميسي يعني كاس العالم ده هو داخل لازم يكسبه. طبعا. وبعدين منتخب تقيل قوي، انت مش بتتكلم عن ميسي بس، بتتكلم عن وجود دي ماريا، بتتكلم عن لوتارو مارتينيز، بتتكلم عن عدد كبير جدا من اللعيبه في المنتخب الارجنتيني عندهم المهارات ويقدروا يخلصوا من نص فرقه، فلا سبيل امام المنتخب السعودي الا ان هو يقفل المساحات امام المنتخب الارجنتيني ويدافع ويلعب جيم دفاعي بنسبه 100%، وده واضح في تجارب رينار خلال الفتره الاخيره في الثمان وديات اللي لعبهم من شهر 6 اللي فات. كويس، تعال نروح لتونس. يلا تونس. يعني تونس عنده فرنسا وعنده الدنمارك وعنده بدايه عنده الدنمارك الاول الدنمارك الاول بعد كده واستراليا وفرنسا لو هتكلم عن المجموعه الدنمارك استراليا وفرنسا، ايه اصعب المجموعه من وجهه نظرك؟ ولو قلت لي فرنسا هقول لك فرنسا دلوقتي ما فيهاش تقريبا 3 ارباع اللعيبه النجوم ففرنسا مش فرنسا يعني بالزبط. منتخب فرنسا مش ده منتخب فرنسا اللي احنا نعرفه، فهل بنتكلم ان مباراه الدنمارك ربما هي المباراه الاصعب حاليا في المجموعه مع تونس؟ بص انا دايما بؤمن شويه بفكره الارقام وتكرار الاحداث في كره القدم. يعني المنتخب الفرنسي كان كسب بطوله 98 وخرج من دور المجموعات سنه 2002، اخر كاسين عالم المانيا كانت كسبانه 2014 خرجت من مجموعات 2018، واسبانيا كسبت 2010 وخرجت من مجموعات 2014، فدايما وابدا بطل العالم بيعاني في المجموعات في النسخه اللي بعدها. تاني حاجه انه غياب بنزيما، غياب كانتي، غياب بوجبا، كامافينجا برده في شكوك حوالين وفي ان هو يشارك في مباراه ولا لا، كل ده برده ممكن يقول بيؤثر سلبا، هيأثر سلبا على موضوع الانياب الى حد كبير يعني خالي من الانياب بالظبط. بس طبعا لا يعني انت في النهايه برضو طبعا مؤثرين، بس هو ما شاء الله ده عندهم كتيبه جامده قوي يعني، ده عندهم مبابي وعندهم جيرو برضو راجل هيبقى الهداف التاريخي لفرنسا، فانت بتتكلم برضو عندهم لعيبه ممتازين ولعيبه مؤثرين. هنقر على مبابي هيقوم، احنا قعدنا نقول بنزيما مبابي مصلحه راح يعني راح مصلحه تونس. كمان حاجه مهمه جدا وهي ترتيب المباريات، يعني المنتخب التونسي في البطوله اللي فاتت كاس العالم اللي فاتت قابل في البدايه بلجيكا خسر منها 5-2 اثرت عليه بعد كده في المباريات، ربما ترتيب المباريات الحالي ممكن يخدم تونس شويه، لو منتخب تونس قدر يعمل نتيجه ايجابيه قصاد الدنمارك النهارده انا اجزم لك ان تونس هتكون موجوده في دور ال 16. يعني هتقدر ان هي تخطف من استراليا الفوز حتى لو تلقت لازمه من منتخب فرنسا، فمنتخب تونس هيكون ضمن التاهل، فمباراه يعني الدنمارك النهارده هي مباراه تاهل لتونس. شايف ان تونس اسعد حظا نسبيا من نظرائها المنتخبات العربيه الثانيه المشاركه في النسخه دي؟ والله انا شايف برضو المغرب منتخب كويس ومنتخب عنده مجموعه، يعني احنا شفنا بلجيكا مش عايزين نحكم المباراه الوديه طبعا هو منتخب مصنف الثاني عالميا طبعا. ولكن المنتخب المغربي يقدر يجاريه، المنتخب المغربي عنده رومان سايس، عنده اشرف حكيمي، عنده حكيم زياش، يعني اضعف الايمان هيقدروا يجاروهم زي ما كانت السنغال ند وخصم قوي لهولندا. المغرب شخصيه عندها لعيبه تقدر ان هي تجاري منتخب بلجيكي ومنتخب كرواتيا ومنتخب كندا. تونس نفس الكلام، مباراه التاهل هي مباراه الدنمارك، كسب منتخب الدنمارك اجزم لك ان تونس هتكون موجوده في دور ال 16. طيب المكسيك وبولندا، نروح للمكسيك وبولندا برضو من المباريات الموجوده النهارده. دي مباراه صاحب المركز الثاني في المجموعه. يعني لانه المنتخب برضو السعودي لو النهارده تاثر في بنتيجه المباراه بدايه صعبه قصاد الارجنتين يعني هتاثر عليه في المباريات القادمه، اللي هيفوز من بولندا والمكسيك ده هيكون اسعد حظا ويقدر ان هو يقرب جدا من التاهل للدور التالي. توقعات شخصية بولندا يعني جت من بعيد قوي
وتهالب بعد ملحق انا اظن ان بولندا مع ليفاندوفسكي كمان برضو حابب مع اخر مشاركه ليه في كاس عالم في ظل كبر سنه يعني ان هو كبر سنه يعني ايه ليفاندوفسكي كام سنه 33 33 34 سنه طيب. كاس عام الجاي ممكن يكون 38 سنه ما في دلوقتي مشاركين عندهم 38 يعني منهم كريستيانو 37 بالظبط وبيبي كمان مع البرتغال بس هي برضو يعني استثناءات وممكن لو ليفاندوفسكي استمر ده احنا هنبقى اسعد حظا ان ليفاندوفسكي مستمر طب ما تيجي نتكلم شويه على التشكيل تشكيل المنتخبات نرجع تاني للسعوديه والارجنتين طيب هنرجع للنقطه دي لان احنا محتاجين برضو نتكلم على قصه ان في نجوم كتيره في ده النسخه الاخيره سواء احنا بنتكلم كريستيانو او ميسي او حتى ليفاندوفسكي مش عارفه بقى المونديال اللي بعده مين النجوم اللي هتظهر يعني هتلاقي اسماء مختلفه تماما يعني ان شاء الله يبقى صلاح التوب نتمنى ان شاء الله ذلك خلينا فعلا نرجع زي ما كريم قال للنقطه الاولى لان احنا كمان مجهزين دلوقتي بلغونا التشكيل بتاع المباراه النهارده الارجنتين والسعوديه كويس. لو نعرضه ونتناقش بقى مع حضرتك فيه برضو يلا بينا التشكيل بتاع المنتخب السعودي هي الصوره بعيده شويه بس هو انا عارف ان لو نجيبها هنا ممكن نجيبها هنا برضه ياريت العويس هو في حراسه المرمى بالظبط تمبكتي وبليهي في قلبين الدفاع ياسر الشهراني الباك ليفت وسعود عبد الحميد الباك رايت وسط الملعب بيلعب عبد الله المالكي اللي كان حاضر في مؤتمر امبارح مع محمد كينو اللي كان عليه ازمه التوقيع للناديين بس عدت الازمه وسلمان الفرج قائد المنتخب اللي رجع من الاصابه اصابه كانت مؤثره ولكن قدر ان هو يستعيد حالته ويشارك في مباراه كرواتيا قصاد الثلاثي البركان والشهري وسالم الدوسري نجم الفريق هو يمكن الدوسري اكتر واحد مشهور انا طبعا. اكتر واحد اعرفه نجم الفرقه ونجم الهلال انت بتتكلمي في التشكيله دي فيها 9 لعيبه من الهلال بنتكلم بس في 2 لعيبه لاعب الخليج ولاعب البلاي لاعب الشباب دول الاثنين لعيبه اللي خارج الهلال السعودي انما رينار التفصيله دي ميزه ولا عيب يعني فكره ان انت عندك 9 لعيبه من القوام الرئيسي للمنتخب مع بعض في نفس الفريق وبيلعبوا مع بعض وممكن بنظره العين يبقى في تفاهم ما بينهم وما بين بعض يعني ممكن تتاخد كنقطه قوه ولا انت شايفها ازاي؟ بص هي بتبقى نقطة قوة في بعض الأوقات خدمت منتخب مصر مثلا في 2006 لو تفتكر الجيل العظيم بتاع مانويل جوزيه قد إيه إن كابتن حسن شحاتة في الوقت ده استغله وبقى التشكيل الأساسي كله من النادي الأهلي أو 80% من النادي الأهلي ده فرق جدا في الهارموني اللي كانت موجودة في الملعب. مشكلة السعودية شوية انه احتكاكات شويه الهلال قليل الدوري السعودي مستواه عالي جدا بتشوف فيه نجوم بس كره حلوه بس طبعا. في الاوقات بتاعه كاس العالم شويه انت محتاج لعيبه عندها خبرات بيحتكوا بره مع منتخبات اوروبيه ففكره وجود اللعيبه كلها من الهلال قصاد الارجنتين ما اظنش ان هي احسن حال للمنتخب السعودي، الكره السعوديه ناقصها ان هي تخرج لعيبه تلعب في اوروبا. طب تعال بقى نشوف مع بعض الارجنتين تشكيل الارجنتين دلوقتي. طيب مارتينيز في حراسه المرمى، روميرو اوتمندي في قلبين الدفاع، تاجليفيكو الباك ليفت ومولينا الباك رايت، ديبول وباريدس وجوميز وقدام ميسي لوتارو مارتينيز وانخيل دي ماريا. تشكيلة تقيلة قوي ويعني وسط ملعب تقيل ديبول وباريدس لا وكمان عندك دي ماريا ومارتينيز وميسي يعني برضو انا قلت ابدا من ورا عشان خفت من الاسامي قدام يعني انت متخيل اللي بيحصل جامدين قوي يعني جامدين وبعدين ميسي كمان يعني التشكيله دي انت مش بتلاقي بالفورميشن ده احنا بنلاقي دي ماريا مثلا هتلاقيه ممكن بيلعب على الطرف اليمين مارتينيز هتلاقيه موجود في قلب الملعب هتلاقي تجلافيكو مولينا الباكين رايت والليفت هتلاقيهم دايما طايرين ودايما بيزيدوا باريديس ممكن هو اللي يثبت في وسط الملعب فهتلاقي تنوع في الهجوم بتاع المنتخب الارجنتيني خلي بالك كله كوم وميسي بصفه خاصه مش بس يعني بعيدا عن امكانياته الاستثنائيه انا قصدي اقول لك ان مشاركته في المونديال ده هتبقى هي كمان مشاركه استثنائيه يعني كل متوقع ان ميسي هياكل النجيل بالمعنى الحرفي قد يكون ده المونديال الاخير بالنسبه له صحيح. واكيد يهمه جدا انه يختم مشواره ومسيرته الحافله بالنجاحات
بلقب كاس العالم. اقول لك انا دايما في امنيه بقولها لاي حد بيكلمني على كاس العالم، بقول له انا عايز اشوف الفاينل ميسي ورونالدو، مشهد سينمائي جميل كده في الفاينل الاثنين واقفين بالشارت الكابتنه. بس هيصعب عليك بقى التاني اللي مش هيفوز، لان الاثنين دي اخر تقريبا مونديال ليهم هم الاثنين، وخصوصا ميسي الوضع بتاعه افضل وظروفه حاليا افضل. كريستيانو رونالدو كمان لو خسر في كاس العالم مع مانشستر يونايتد الوضع السيء اللي هو بيمر بيه وخلاص ان هو هيمشي شهر واحد، الاوضاع كلها هتبقى وحشه كمان لو خسر يعني، فاهم قصدي؟ انا هزعل على كريستيانو رونالدو. بس انا هبسط من الماتش. انا هبسط. لا ده العالم هينبسط. بس انت ميسي ولا كريستيانو اكتر؟ خلاص الاجابه وصلت، ميسي طبعا. لا والله اصل انا باين. انا ما عنديش يعني ما برجعش حد على التاني، الحاجات دي ما بتبقاش بايدينا. الحب ما بيكسريش يا استاذ مصطفى. ميسي هو كل واحد ليه ميزه يعني. ميسي انا ما شفتش لعيب في حياتي زي، ربما عشان ما لحقتش مارادونا وما لحقتش بيليه، بس ميسي ما فيش حد زيه. اصلا مارادونا نفسه يعني كان ليه علاقه استثنائيه بميسي، وكان ليه نظره ليه، شايف فيه امتداد ليه يعني مش طبيعي. انا يعني ما فيش السرعه في ردود الفعل والترقيصات، انت بيكرر نفس الترقيصه بنفس الحاجه وانت مش عارف هو هيعمل ايه. بس هو ليه لغايه النهارده ما شفناش حد فيه ريحه مارادونا؟ هو ميسي بقى. بس يعني برضو مش يعني مارادونا كان وضع تاني، حدوته تانية الحقيقه يعني. هو مارادونا من اللقطات اللي يعني انا اتولدت 87، مارادونا اعتزل يعني، هو حاول يلعب 98 بس اخر بطوله كبيره ليه 94، فكان عندي 7 سنين 8 سنين، فما لحقتش اشوف مارادونا قوي يعني. بس ميسي انا شايفه من صغره بقى، ويعني انا جيله بقى فعاصرته يعني. رونالدو نفس الكلام، رونالدو راجل جان، راجل سينمائي، راجل بنى كل حاجه في بتشوفها في رونالدو هو بنيها، هو اشتغل عليها. صحيح. بمهاراته بتصوباته بجسمه بشكله بكل حاجه هو اشتغل عليها، فده راجل تعب قوي وده راجل مهاري بشكل. انت عايز تقول ان ده فطري وده مصنوع الى حد لا 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 مش مصنوع. اصل مصنوع شويه ممكن تقلل من قيمه رونالدو. لا رونالدو عنده موهبه، بس ما فيش حد بيشتغل زي رونالدو، ما فيش حد بيتعب زي رونالدو. الشكل اللي وصل ليه والتعب اللي وصل ليه، انا عشان كده بحبه على فكره سنين. وعنده شق كمان انساني محترم جدا. انا بالزبط. عشان كده بحب كريستيانو بصراحه اكتر من بالزبط. ميسي بكتير. أنا بس على كل حاجه ارجع حد عن حد يعني، كل واحد عنده حاجه يعني مهمه وحاجه حلوه. طبعا نجمنا محمد صلاح نفس الكلام برضو. طبعا. التعب والشقه بتاع السنين ده اكيد النهارده بيجي محمد طبعا. صلاح كان نفسنا نشوفه يا اخي بيشارك مع منتخب مصر في النسخه دي. ان شاء الله بقى النسخه الجايه، النسخه الجايه احنا عندنا 2026 هيكون عندك 9 مقاعد ونص لافريقيا، فمالناش حاجه بقى، وادينا مستعدين من بدري ومعانا في امريكا ان شاء الله. من دلوقتي احنا لازم نروح كاس عالم 2026. ربنا يصلح الاحوال. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا، كنت مبسوط مع حضرتك مع الاستاذه ومع الجماهير الاهلي العظيم. شكرا ليك يا مسيو، هتقابلنا تاني باذن الله. ان شاء الله مع بعض على طول. هنروح فاصل دلوقتي ونرجع مع حضراتكم عشان سؤال السوشيال ميديا، نشوف مين اللي توقع صح، مين من المنتخبات العربيه اللي من وجهه نظر حضراتكم هيتاهل او هتتاهل لدور ال 16. خلينا نشوف الاجابات بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مره كمان انا وكريم، وخلينا بقى نشوف كده توقعات بتاعت حضراتكم من سؤال السوشيال ميديا، من المنتخبات العربيه اللي هي هتكون مشاركه. خلينا نبدا مع بعض باول حاجه. اشرف اسامه بيقول ان شاء الله المنتخب المغربي والسعودي والتونسي والقطري. قال لك جاب لك الاربعه. طب احنا كنا بنختار واحد بس، احنا كنا بنختار واحد بس، قال لك المنتخب المغربي. طيب ماشي، مين بقى اكتر واحد ده اللي احنا بنقوله؟ محمد صالح بيقول المغرب بنسبه 10%، تونس بنسبه 5%، اما الباقي فربنا يتولاهم برحمته. ماشي ماشي، بس طيب. هو بيقول لك المغربي ده كويس. مصطفى علي داوود بيقول اسعد الله صباحكم بكل خير المتالقين كريم ونهاوند، اتوقع منتخبي تونس والمغرب بالرغم من صعوبه المجموعتين. ده انت بتقرا فين؟ الظهر. الظهر بتاعي. طيب. مروه ياسر تونس وابو علي المغرب وتونس. حلو جدا. اوكي، هتلاقي علي معلول حاضر بقوه. على فكره علي معلول فعلا في اجابات ناس كتير. طارق صادق بيقول المغرب وتونس. عبد الله محمد بيقول اتمنى المغرب وتونس. الله، ده في اجماع على المغرب وتونس. عمرو علي منتخب اولا ايه، ولا منتخب هيتاهل مع تمنياتنا كل المنتخبات العربيه، بس احنا لسه قدامنا كتير، ومبروك لقطر على التنظيم الاكثر من رائع. يمكن استاذ عمرو بيتكلم شويه كريم بطريقه لوجيك او مثلا منطقي شويه في كلامه. ماشي، ممكن تكون دي برضو وجهه نظر. ابراهيم علاء بيقول تونس والمغرب عندهم فرصه، وابو علي بيقول المغرب وتونس علولو. رضوانة موناني بتقول موروكو، واضح ان هي اصلا من اسمها مغربيه. وخلود حمدي ممكن المغرب، بس كنا نتمنى تونس عشان معلول. طارق مصطفى بيقول صباح الخير عليك يا كريم انت ونهاوند، اتوقع تاهل المغرب لدور ال 16.
وادهم ابو اسامه العقل بيقول ان الاقرب للسعود المغرب، انما القلب يتمنى تونس. ما حدش جاب سيره قطر او السعوديه. لكن القلب ميري. ماهي بتقول المغرب وتونس ان شاء الله. طيب عندك بقى اهلاوي المصري الارجنتين والبرازيل والمانيا وفرنسا والبرتغال، انت بتقول ايه؟ انا بكلمك على المنتخبات العربيه. طب اخدت اكون المانيا عربيه واحده مش واخدين بالنا. يمكن هلا في الاخر مش تقصير مننا يمكن. اكيد اكيد تقصير مننا. قالك تونس تكون الحصان الاسود في البطوله، نتمنى ذلك. ابو سلطان وائل كمال بيقول ان شاء الله علي معلول هداف كاس العالم، هداف كاس العالم يا رب والله. ابراهيم منسي بيقول كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبي تونس، لمنتخب تونس من اجل عيون اسرع دليفري في مصر. نور محمد برضو ما اختلفتش في رايها، علي معلول معشوق الاهلاويه وان شاء الله تكون تونس. احمد عبده لباس عليكم تونس الخضراء، ويا معلولي ده عائشه مجري. اوكي. احمد حسن اخيرا بيقول بالتوفيق ان شاء الله لعلولو والبلد الثانيه الشقيقه تونس، والامير محمد بيقول برضو منتخب تونس وعلي معلول. يمكن ده الكومن بقى، يعني تونس وعلي معلول تحديدا لهم شعبيه كبيره جدا وتوقعات الاكثر يمكن حظا في المباراه. بص تونس المغرب قطر السعوديه مهم، يعني نتمنى تاني ان نشوف في تاهل وفي نفس الوقت نشوف تاهل عن استحقاق، يبقى في كوره حلوه مش خساره يعني بسكور عالي أكيد. يا رب ان شاء الله. طيب تعالوا بقى قبل ما نختم حضراتكم الجزء ده من حلقتنا النهارده، تعالوا نشوف ايه الاخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخيرات عليك يا مريم، اتفضلي احنا سامعينك. مريم صيف الثاني ولا ايه؟ صباح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا هيكون فيها يعني هذه الجوله كل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. الحقيقه النهارده ان احنا يعني الاخبار اللي معانا محمله باخبار سعيده، او نقدر نقول ان هي اخبار اهلاويه صميمه. امبارح كان يوم اهلاوي يعني بحت، الحقيقه انه كل الفرق الرياضيه الاخرى حققت الفوز في كل المباريات اللي خاضتها طبعا مساء امس. ولكن خلينا طبعا نبدا بالاهميه للفريق الاول لكره القدم. الحقيقه ان احنا معانا برضو الحقيقه يعني عده اخبار سعيده جدا بالنسبه للمصابين، وعايزين نطمن جمهور النادي الاهلي ان الفريق هيكون يعني كامل كل لاعبيه خلال الفتره المقبله، وده اكيد يعني بيدل على ان هيكون في اداء قوي جدا خلال الفتره المقبله. الحقيقه ان المران النهارده لليوم اليوم الثاني على التوالي كان في الفتره الصباحيه بدا في تمام الساعه 10 صباحا، والحقيقه ان هو مستمر حتى يعني هذه اللحظات داخل ملعب مختار التتش. الحقيقه طبعا كل هذه التمارين او يعني مران النهارده ومران امس وخلال الايام المقبله كمان، ده استعدادا لمباراه طبعا كاس مصر او يعني مع المقاولين العرب اللي هتقام طبعا يوم الاحد المقبل على استاد الاهلي والسلام. خلينا بقى يعني نقول الاخبار المفرحه لجمهور النادي الاهلي فيما يخص كل المصابين. الحقيقه يعني يمكن حمدي فتحي كان امس في مران امس، الحقيقه ان هو خضع لتمرينات فرديه، ده طبعا علشان يعني يشفى من الـ 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 الشكوى اللي كانت في العضله الاماميه الخفيفه، ده طبعا لما كان بيشتكي منها خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر. الحقيقه ان حمدي فتحي النهارده شارك بشكل اساسي في يعني المران الجماعي، وان يعني يمكن مشاركته في مباراه المقاولين العرب هيكون لقرار من الجهاز الفني والجهاز الطبي. اما بالنسبه بقى لعمار حمدي، الحقيقه ان هو كان اول يوم ليه النهارده في مشاركته في المران الجماعي، والحقيقه يعني كل اللعيبه احتفلوا بيه طبعا على طريقتهم الخاصه اللي احنا عارفينها، والمران الخاص او الممر الخاص اللي احنا عارفينه طبعا اللي بيقام طبعا في اي مناسبه، وده اللي حصل النهارده احتفالا برجوع عمار حمدي مره اخرى. كمان يمكن ايمن اشرف كان النهارده اول يوم ليه بعد اصابته في الفتره الطويله الماضيه، الحقيقه ان هو عاد امس طبعا الى القاهره برفقه الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، ده طبعا بعد ما خضع لعدة فحوصات في ألمانيا ثم في النمسا. والحقيقة إن هو عاد بالسلامة مساء أمس برفق الدكتور أحمد أبو عبلة، والنهاردة لليوم الأول بيشارك في المران الجماعي، والحقيقة إن هو هيكون جاهز إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، أو تحديدا خلال يعني أوائل شهر ديسمبر المقبل، يعني يمكن في غضون أسبوع. أيضا كمان يمكن محمود متولي بيخضع لفترة جديدة من التأهيل،
والتمرينات طبعا البدنية بعد إصابته، وهيكون أيضا جاهز يعني يمكن في نفس التوقيت اللي هيكون جاهز فيه أيمن أشرف خلال الفترة المقبلة أو على أول شهر ديسمبر كمان المقبل. كمان يمكن مصطفى شوبير لم يشارك النهاردة في المران، ده طبعا علشان هو بيشارك مع ناشئين طبعا عام 2001، وخلينا نقول ان يعني يمكن مستر مارسيل كولر الحقيقة ان هو اكيد هنشوف خلال الفترة المقبلة ان هو هيعتمد بشكل كبير جدا على الناشئين، لان هو الحقيقة النهاردة استعان باكثر من ناشئ للمشاركة في المران الجماعي، وده طبعا زي ما احنا قلنا في البداية استعدادا لمباراة كاس مصر مع المقاولين العرب واللي هتقام يوم الاحد المقبل. زي بقى ما قلت لكم في البدايه الحقيقه ان امبارح كان يوم اهلاوي بكل المقاييس. الحقيقه ان ناشئين 2006 مواليد 2006 طبعا ناشئين كره القدم فازوا على نادي فيوتشر برباعيه مقابل هدف فقط وحيد، ده طبعا ضمن الجوله الثالثه في منافسات بطوله الجمهوريه. خلينا بقى ننتقل لكل اخبار الفرق الرياضيه الاخرى، والبدايه طبعا مع سيدات طائرة الأهلي اللي حققوا طبعا الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في مباراة أمس، واللي أقيمت طبعا على صالة أبو الهول بالإسكندرية. وعلى الرغم من أن مباراة الأهلي مع أصحاب الجياد الحقيقة كانت خارج أرضهم وفي الإسكندرية على صالة أبو الهول، أن هم الحقيقة قدروا أن هم يعني سيطروا على مجريات المباراة كاملة ويحققوا طبعا نتيجة 3-0، وفي الثلاث أشواط حققوا النتيجة ب 25-14، وده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. طبعا المباراة ليهم المقبلة هتكون أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل. أيضا ناشئات طائرة الأهلي تحت 14 سنة حققوا أيضا الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 ضمن منافسات طبعا بطولة الدوري المرتبط. ننتقل بقى طبعا للسله، وايضا الحقيقه يعني يمكن سيدات النادي الاهلي الحقيقه امبارح اكتسحوا جميع المباريات اللي خاضوها. سيدات سله الاهلي طبعا فازوا على فريق مدينه نصر بنتيجه 97-53، والحقيقه ان هم سيطروا على الفور كوارترز للمباراه. طبعا كانت مباراه قويه جدا والاهلي قدم فيها الحقيقه اداء كبير جدا سيدات طبعا سله الاهلي، ودي المباراه الثانيه للفريقين في الدور التمهيدي بطولة الدوري واللي بتقام بنظام best of three. طبعا بكده أو بهذه النتيجة يمكن سيدات سلة الأهلي اتأهلوا لدور ربع النهائي. يعني يمكن الكوارتر الأول كان بنتيجة 22-14، وكوارتر 2 كان بنتيجة 62-23، وكوارتر 3 بنتيجة 77-37، وده طبعا قبل ما ينتهي الكوارتر الرابع بنتيجة 97-53. أخيرا بقى يعني رجال سلة الأهلي الحقيقة أن هم أمامهم النهاردة مهمة يعني كبيرة جدا، طبعا في مباراتهم أمام الاتحاد السكندري في مباراة ذهاب نهائي طبعا دوري المحترفين. الحقيقة النهاردة هتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء على صالة طبعا دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. الحقيقة أن ده الذهاب، مباراة الإياب أمام الاتحاد السكندري هتقام بعد غد الخميس طبعا علشان يعني يحسم الأهلي البطولة إن شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق. وأيضا فرق المرتبط تخوض النهاردة المباراة، ولكن في تمام الساعة 5:30 مساء طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا أكيد هم تأهلوا للنهائي بعد الفوز على الزمالك زي ما احنا كلنا تابعنا خلال الفترة الماضية أو خلال الأيام الماضية، بعد الفوز على الزمالك وتأهلوا يمكن للنهائي بعد الفوز على الزمالك، سواء الفرق أو الفريق الأول لكرة السلة أو أيضا فرق المرتبط. طبعا دي كانت كل الأخبار اللي كانت موجودة النهاردة معنا، ويعني أكيد جمهورنا أكيد سعيد بيمكن اكتمال صفوف الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، وبنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في المباراة المقبلة أمام المقاولين العرب يوم الأحد المقبل إن شاء الله. جميل كالعادة يا مريم، بنشكرك على التغطية المميزة دي، جزيل الشكر، نورتينا في حلقتنا النهاردة. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نهواند بقى تستقبل حضراتكم في الفقرة الطبية تاني وآخر فقراتنا في حلقتنا النهاردة، خليكم معنا.
راح بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية اللي بتحمل كل مرة ملف مختلف، وحنتكلم النهاردة عن أكتر المشكلات يمكن الشائعة والمنتشر عند كتير جدا من الناس تحديدا في الفترة الأخيرة، ويمكن هي شكوى عدم انتظام النوم والأرق اللي هو بيبقى مستمر. ناس كتيرة جدا بتصل الموضوع بيها كمان للإنسومنيا اللي هو ما بتنامش خالص تقريبا، بيعمل قلق، بيعمل توتر، بيعمل كمان عدم راحة بشكل كبير عند الناس ده. طب هل الموضوع ده ليه تأثير آخر، يعني غير التأثير اللي قد يصيب بنتائج وحشة جدا سواء فينا الإرهاق أو غيره؟ لا، ده ممكن كمان يبقى عنده نتائج أصعب بكتير، أو ارتباط كبير أو وثيق زي ما بتقال كمان على صحة العظام والمفاصل، وهو بقى ده الموضوع الجديد. يمكن البعض من حضراتكم ممكن لأول مرة هيسمع هذا الموضوع، بس في ارتباط كبير جدا. ومتكلم كمان أن مرض التهاب المفاصل هو أكتر بيكون عرضة في الشخص للشعور بالألم المبرح جدا لو ما حصلوش على قسط كافي من النوم. فربط أعتقد وثيق، وفي نفس الوقت إحنا محتاجين نعرف التفاصيل، ومحتاجين كمان ان احنا ما نوصلش لهذا الموضوع او زي ما بتقال كده هذا الليفل. يعني خلينا نرحب بدكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركه باكس فارما. برحب بحضرتك طبعا في البدايه، بونجور. وزي ما كنت بقول كده، مش كل الناس عارفه ان قله النوم او الانسومنيا او الارق بيأثر على الاكتيفيشن او يعني العظام والمفاصل والمشاكل اللي قد تنتج بقى. خلينا نبدا من النقطه دي يا دكتور. طبعا النوم هو حاجه هامه جدا لينا كلنا عشان خاطر تقليل التوتر زي ما حضرتك قلتي، القلق، الحاجات اللي احنا بنقول عليها كلها. لما بتنامش كويس ما هيبقاش فيه تركيز، ما هتقدرش تشتغل بشكل كويس. بس موضوع العظام بقى، الاطفال مثلا النمو بتاعهم بيزيد أثناء النوم. النسيج بتاع العظام هو نسيج حي، يعني كل يوم بيتجدد، خلايا العظام أو نسيج العظام بيتجدد يوميا، بيتجدد أثناء النوم. يعني هو مش حاجة خلاص وقف النمو على كده، لا، النسيج نفسه بتاع العظمية بيتجدد كل يوم. فالتجدد ده بيحصل إمتى؟ في فترات النوم. فالمفروض تاخد القسط بتاعك من النوم من 7 ساعات فما فوق، أقل من كده ده بيؤثر على قوة ومتانة العظام. يعني العظام عشان تتبنى من المعادن المختلفة سواء الكالسيوم، مغنيسيوم، فيتامين دال، فيتامين كي2، الحاجات دي كلها بيحصل النسيج بتاع العظام النمو بتاعه في فترات النوم. ما أخدناش القسط الكافي، ده هيؤثر على هشاشة العظام. وفي بحث اتعمل على السيدات بعد انقطاع الطمس في سن اليأس، لقوا ان السيدات بلاش سن اليأس ده، هو يأس في حد ذاته الكلمه يعني بعد انقطاع الطمس ايا كان، يعني بعد انقطاع الطمس لقوا ان ده 50 سنه بيبقى تقريبا، بتختلف من سيده لسيده. فبعد انقطاع الطمس وجدوا ان السيدات اللي ما بتاخدش قسط كافي من النوم، اللي هم 5 ساعات نوم بس في اليوم، لقوا انهم بيصابوا بهشاشه عظام واضحه جدا اكتر من الرجاله لما بتنامش برضو في العدد ساعات قليل. بالظبط. لقوا ان السيدات بالذات بيحصل عندهم المشكله دي. فعشان كده احنا دايما بنقول للسيدات، هو مش في السن بتاع انقطاع الطمس بس، هو الستات بعد الحمل والرضاعه والكلام ده كله، مهم جدا تعتمد على نوع كالسيوم كويس، مهم جدا تعتمد على نوع فيتامين دال كويس، مهم جدا تهتم بالمغذيات اللي هي ممكن تعوض حاجه زي كده، بالاضافه للنوم في بعدد ساعات معقول اللي هو 7 ساعات. اوكي. الارق اسبابه كتير جدا. صحيح، حاجات نفسيه وحاجات عضويه. نفسيه وعضويه، وفي ادويه بتسبب الارق، في الاسراف في الكافيين والمشروبات اللي ممكن. انا عايز اسالك سؤال خاص بالكافيين ده، لان نفسي اساله لحد يرد عليا من دكاتره المخ يعني والاعصاب. انا من بعض الناس، او انا زي الناس اللي هي لما بتشرب كافي كتير بتنام عادي. تمام. يعني شربني قهوه، شربني نسكافيه، انام، انا مفيش حاجه بتوقفني عن النوم. والله بجد الموضوع ده غريب جدا. هو على فكره في بحث برضه اتعمل ان مفيش علاقه وثيقه بين حته النوم والكافيين او ولا تاثيرها على جسم بني ادم هي بصي، هي القهوه كقهوه المفروض هي من اكبر المناجم مضادات الاكسده اللي في الدنيا كلها. يعني حاجه مفيده. هم وجدوا ان شرب القهوه بيخلي وشك اصغر من سنك. يا سلام. وجدوا ان القهوه بتحمي من امراض قلب، بتحمي من امراض الكبد، بتحمي. لا، القهوه حاجه كويسه، بس برضو الناس لو انت شايف ان القهوه بتعمل لك ارق،
لا ابعد بعيد عن كويس ده تأثيرها على بعض الناس. طب احنا دلوقتي المشكلة اهي نبتدي بقى، حضرتك قلت عن الكالسيوم وفيتامين دي ومالتي فيتامين وده كوقاية، وبعد كده كمان في حاجة لو احنا هنتكلم بقى أصبنا ب يعني مشكلة في العظام أو المفاصل نعمل ايه بقى دكتور؟ طيب دلوقتي احنا لو عندنا أي مشكلة في الركبة مثلا، سامعين طقطقة في الركبة أو فرقعة في الركبة، بنطلع السلم بنحس بوجع، ما بتعرفيش تصلي، بتحس بتعب في الركبة أثناء الصلاة، أو أي مجهود بتعمليه على ركبتك بتحس بوجع فيها، ما تستنيش لغاية ما الدنيا تتدهور ويحصل خشونة فعلية في المفاصل. لا، إحنا من الأول أول ما نبدأ في شوية قلق في الركبة المفروض ناخد المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الحاجات الهامة اللي بتبني الكولاجين اللي هو بيساعد على مرونة الركبة والحفاظ وتقوية الركبة، المغذيات اللي هي زي الكوندروتين والجلوكوزامين اللي بيبنوا الكولاجين، مع كمان الهيالورونيك أسيد اللي مهم جدا في تقوية أو تكوين شبكة الكولاجين أصلا. يعني الهيالورونيك دايما الستات مربطاه بالبشرة وجمال البشرة والكلام ده، لا هو مهم كمان للمفاصل عشان هو اللي بيبني شبكة الكولاجين. بالإضافة بقى لو لقينا تركيبة كمان فيها الجينجر والبرومالين، الجينجر ده حاجة بديلة للمسكنات، حاجة طبيعية بتسكن الألم، الجينجر ده اللي هو خلاصة الجنزبيل مع البرومالين اللي هو مستخلص الأناناس اللي بيقلل التورم، الخمس حاجات دول موجودين في منتج مصري مميز جدا، سعره هادي جدا، بكفاءته عالية جدا، نفس المستورد بس بالسعر اللي هو على قد الإيد. حاجة اسمها جوينت بيكس، الجوينت بيكس بالقوة الخماسية عبارة عن جلوكوزامين وكندروتين وهيالورونيك عشان يقوم المفاصل، يقوم يبنوا الكولاجين اللي بيساعد على مرونة الركبة، بالإضافة لوجود المسكنات ومضادات الالتهاب الطبيعية اللي هو البرومالين والجينجر. الجوينت بيكس لو انت او انت عندك بداية او شوية قلق في الركبة، بتعمل حتى رياضة وعمل لك بدأ عندك الركبة بتشتكي منها حاجة بسيطة حتى في الاول وعايز حاجة وقائية، هو الجوينت بيكس كحاجة وقائية لمشاكل الركبة وفي نفس الوقت بتساعد في علاج خشونة الركبة لو اوريدي عندك خشونة ركبة، طبعا بالاضافة للأدوية اللي الطبيب بيكتبها لك. فالجوينت بيكس اعتقد ان هو حاجة مثالية للحفاظ على سلامة الركبة بشكل كبير جدا، لبناء الغضاريف اللي هي المتآكلة في الركبة، وفي نفس الوقت حاجة هتخليك تعرف تتحرك تطلع السلم. بس ده أنا بلجأ ليه لما بحس ببعض المشاكل ولا ده قبل ما أحس؟ يعني بني آدم عادي ما عندوش أي مشكلة لا في مفاصل ولا في ركبة أو في عظام أو غيره؟ لا هو لو بدأنا نحس، إنما أو لو أنت مثلا بتعمل رياضة بتؤثر تأثير مباشر على ركبتك وخايف على ركبتك، ساعتها ناخد. لو حد وزنه تقيل قوي وبدأ يشتكي من ركبة تمام، إنما في حاجات بقى مكملات غذائية حتى لو مش بتشتكي من ركبة مهم جدا تهتم بيها، اللي هي الكالسيوم وفيتامين د. يعني فيتامين د، بما إن احنا بنتكلم على النوم، جودة النوم بتتأثر بشكل مباشر بنقص فيتامين د. فيتامين د بيحسن جودة النوم، بيساعدك انك تنامي كويس لانه بيعمل زي توازن هرموني، بيقلل هرمون التوتر الكورتيزول، فبالتالي فيتامين د هام جدا جدا في موضوع الناس اللي عندهم ارق. هو مش منوم بس هو مهم ان هو بيعمل توازن هرموني عشان تنام كويس، وفي نفس الوقت فيتامين د مهم كمان في زيادة المناعة ولتقوية العظام عشان الوقاية من هشاشة العظام. عشان كده برضو الفيديبكس نوع فيتامين د مميز جدا بتركيز 2000 وحدة دولية، اللي هو التركيز اللي ممكن ناخده حتى بدون تحاليل. ال 2000 وحدة دولية حباية أو واحدة يوميا بعد العشاء هتساعدنا في النوم نوم كويس، وهتقوي عظامنا، وفي نفس الوقت هتزود مناعتنا في الوقت اللي احنا داخلين فيه على البرد، وفي نفس الوقت فيتامين د حتى مهم للشعر، مهم للبشره، مهم لحاجات كتير. طيب في حد ممكن يجي يقول لك برضو المكونات كلها طبيعيه، ما فيش اي حاجه هتاثر على المخ، ما فيش اي حاجه هتاثر على القلب، الناس حضرتك بتبقى عارف برضو بتخاف شويه. احنا بنتكلم كلامنا كله عن مكملات غذائيه مش حاجات فارماسيوتيكال خالص، وبرضو نوع الكالسيوم اللي بننصح بيه اللي هو سي ديزيت بيكس،
سيدي زيت بيكس برضو نوع من افضل انواع الكالسيوم اللي موجوده في السوق المصري، لانه كالسيوم ستريت. الكالسيوم ستريت ده اكتر نوع بيريح المعده، ما بيعملش امساك، ما بيعملش تقلصات. انواع الكالسيوم الاخرى ممكن تعمل شويه مغص، تعمل تقلصات، تعمل امساك، لا الكالسيوم ستريت اللي هو موجود في السي ديزيت بيكس برضو من الحاجات المميزه. لو احنا عايزين نوع كالسيوم كويس، احنا قلنا الستات بعد انقطاع الطمس محتاجه فعلا كالسيوم، اثناء الحمل محتاجه كالسيوم، بعد الحمل والرضاعه محتاجه كالسيوم، لو حللنا ولقينا في مشكله في الكالسيوم لازم ناخد نوع كالسيوم كويس. فالسي ديزيت بيكس من الانواع اللي فيها محتوى كالسيوم او تركيز كالسيوم كويس، وفي نفس الوقت المادة الكالسيوم اللي جواه ما بتسببش امساك. فلو اخذنا حبايه سيديز بيكس الصبح وحبايه الفيدي بيكس اللي هو فيتامين د بالليل، هيبقى حاجه تحمينا حتى من هشاشه العظام. بالنسبه بقى للسيدات او الرجال اللي بقى بيشتكوا من تساقط شعر، مناعتهم ضعيفه، ما بياكلوش خضار وفاكهه، فعلا بنركز اكتر على تساقط الشعر مع السيدات، مع ان في رجال بيعانوا من المشكله دي وما بنركزش معاهم ولا بنقول لهم نصايح. الستات شعرها بالنسبه لها هي التاج، بس برضو بتاعها. يعني الرجاله برضو يعني بيهتموا بنفسهم، يعني ده بقى مفيد كمان للرجال. طبعا طبعا، اي حاجه من اي مالتي فيتامينز، اي نوع معادن هو للرجال والسيدات. كويس، دي نقطة برضو كويسة. لو حد رجل حابب ان هو يحافظ على شعره، دي مش حاجة تقلل ابدا منه يعني. في نوع مصري اسمه البي مالتي فيت، ده كنوع فيتامين شامل. احنا بعد كورونا كلنا بنهتم بموضوع انك ناخد مالتي فيتامينز يعوضنا عن الفيتامينات اللي بتنقص في الاكل بتاعنا، فهو مكمل غذائي حباية واحدة يوميا هتظبط مناعتنا. وفي ده بقى الموضوع البشرة، موضوع الشعر، للتركيز، حتى للباور، للطاقة. الرجالة بيبقى يهمهم أصلا المالتي فيتامينز اللي بتدي باور، يعني واحد شغال من الصبح بيشغل له 10 ساعات 12 ساعة في اليوم، فطبيعي بيهتم إن هو عايز حاجة تديله طاقة، تديله باور، تخليه يقدر يكمل يومه في الشغل. فالقلب مالتي فيت هيبقى كويس جدا. الستات برضو، ستات البيوت في موضوع شغل البيت برضو والارهاق والتعب ومش عارف، برضو محتاجه مالتي فيتامينز. لو هي بتشتغل عدد ساعات برضو بالزبط. كبيره يعني عدد ساعات كبير، نفس الكلام، بتحتاج قلب مالتي فيت كفيتامين شامل، مع الاهتمام بالفيدي بيكس نوع فيتامين د اللي قلنا عليه، والسي دي زد بيكس كنوع كالسيوم كويس. طب الكورس بيتاخد ازاي برضو يا دكتور لحد بيتابعنا؟ الكالسيوم بيتاخد حبايه بعد الفطار يوميا، اللي هو السي دي زد. احنا بنقول دايما الكالسيوم عشان خاطر ان الفطار طبيعي بيبقى فيه البان، فبيبقى متجانس مع الكالسيوم، فبناخد حبايه بعد الفطار كالسيوم. الفيدي بيكس زي ما قلنا عشان يحسن حتى جوده النوم، ناخد فيتامين د بعد العشاء. بس دايما الناس تاخد بالها من حاجه، فيتامين د من الفيتامينات الدايبه في الدهن، فدايما عشان نستفيد من فيتامين د ناخده بعد حاجه دسمه، مش اكله دسمه يعني، مش شرط يعني، لو بعد كوبايه زبادي مثلا، بعد كوبايه لبن، بعد اي حاجه فيها دهن. اوكي. فده هيزود امتصاصه بشكل كبير جدا، وكمان لو اخذناه بالليل قبل النوم ده هيفرق معانا جدا في جوده النوم. بالنسبه للجوينت بيكس بقى، لو احنا عايزين حاجه وقائيه للخشونه او للمساعده في علاج الخشونه، بناخد حبيتين جوينت بيكس بعد الغداء. بالنسبه للمالتي فيتامينز اللي هو ال بي مالتي فيت، ممكن ناخده بعد الفطار او بعد الغداء، مفيش مانع. رائع جدا. هو تقريبا فاضل دقائق قليله، يعني 3 أو 4 دقائق، عايز استغلهم برضو بحضرتك ان احنا نوصل رساله لكل اللي بيتابعنا ان الموضوع امن جدا، الموضوع متوافر بشكل كبير، يعني ممكن من خلال الارقام ان هم كمان يحصل ديليفري على البيت، مش لازم يروحوا الصيدليات، بس هو متوافر في كل الصيدليات. تمام. برضو تمام. كل الصيدليات الموجوده. هل برضو في المحافظات واصل؟ تمام، والارقام اللي موجوده على الشاشه بيوصلوا طبيعي للمحافظات، مفيش اي مشكله، وفي فريق عمل بيرد على الناس بيساعدهم. أوكي. على او بي بي بيتواصل يعني. معاهم. طيب هل انا لو اتكلمت عن العقار المخصص لخشونه الركبه والمفاصل، هل لازم قبلها يستشير طبيب مثلا ولا احنا مش بنتكلم عن دواء، احنا بنتكلم عن مكمل غذائي. هو في الاخر مكمل غذائي، مكمل غذائي بيكمل الناقص. يعني
الكولاجين عندي ضعيف فمسبب لي خشونه في المفصل، فعايزين حاجه تبني الكولاجين ده. فاحنا بنتكلم عن مكمل غذائي، ما بنتكلمش عن ادويه، بنتكلم عن مكمل غذائي، حاجه امنه جدا. بس طبعا لو حد طبعا عنده امراض مزمنه لازم اكيد هيستشير الطبيب بتاعه. برضو لو حد عنده قرحه في المعده مثلا او التهاب شديد في المعده لازم هياخد حاجه المعده معاه او لازم يستشير الطبيب بتاعه. انما الشخص النورمال ما فيش اي مشكله طبعا. طيب يعني دكتور باهر للاسف الوقت خلاص تقريبا خلص، انا مبسوطه استفدنا حقيقي من حضرتك، وانا هختم معاك بنقطه بس نوضحها، ان ده ملوش سن معين. يعني احنا بنتكلم لو حد بيعاني من خشونه او مشاكل في المفاصل او في العظم، يعني حتى لو سنه صغير بس لازم يكون فوق ال 13 سنه ممكن ان هو يلجا للمكمل الغذائي ده. لكل البالغين، لاي سن شباب او كبار ما فيش مشكله. رائع جدا دكتور باهر، نورتنا. اكيد هنشوفك تاني في حلقه مختلفه من 10 صبح الأهلي. بشكر حضراتكم على متابعتنا، أكيد أنا وكريم النهاردة نشوفكم في حلقة مختلفة وجديدة مع 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.